بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. انا الاهلي ملك البطولات، انا الاهلي ملك الانتصارات، انا الاهلي الاسم اللي هز جبال، انا الاهلي مصنع الابطال. بيغرد وينفرد بقمه الدوري بالعلامه الكامله بعد الفوز النهارده على الاتحاد السكندري بثلاثه اهداف نظيفه مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع. لعبنا 6 مباريات، الأهلي حتى الآن 6 من 6. هتكلم بعد كده عن الأداء، هتكلم مع حضراتكم عن الأداء، لأنه الحقيقة النهاردة في كلام مهم جدا عايزين نتكلم فيه. 6 من 6 من المباريات، 3 في 6 ب18 نقطة. إن شاء الله دائما العلامة الكاملة تستمر، أتمنى ذلك، ولكن هو صعب جدا، ولكن أتمنى أن يحدث ذلك. دايما اللي بيسعد جمهور النادي الاهلي ان انت تكسب ال3 نقاط وتقدم اداء كويس، يعني او اداء حلو، على الاقل اداء مقبول. ولكن النهارده على الرغم من فوز النادي الاهلي ب3 اهداف مقابل لا شيء، الاهداف هتيجي امام حضراتكم، 3 اجوان الحقيقه كنت تقدر تعمل مباراه، وجهه نظري ان هي تبقى مباراه رائعه بكل المقاييس، من ناحيه الاداء، من ناحية الفنية جوه الملعب، من ناحية التكتيكية جوه الملعب برضو. أهداف حلوة وكلها أهداف ملعوبة، وأول ربع ساعة 2-0، مفيش أحسن من كده بالنسبة للاعيب الكرة، مفيش أحسن من كده. لما تلاقي إن النتيجة 2-0 بعد أول ربع ساعة، أنت بتعمل إيه؟ أنت نفسك عندك كلاعب كرة يعني جوه الملعب بيجي لك ثقة كبيرة جدا جدا، خلاص الماتش يعتبر بنسبة كبيرة جدا خلص. لكن اقدر اعمل بقى في ال 45 او ال 60 دقيقه اللي باقيين، اقدر اعمل شغل رائع جدا. الحقيقه ده ما حصلش من لعيبه النادي الاهلي. خلوني اكون صادق وصريح مع حضراتكم، بعد الدقيقه 15 او 16 بعد الهدف الثاني تحديدا، واداء لعيبه النادي الاهلي ما عجبنيش. مش ما عجبنيش انا لوحدي، ما عجبش جمهور النادي الاهلي، ما عجبش جمهور النادي الاهلي مش لوحدهم، ولا اسلام لوحده، ولا لا، ولكن حتى المدير الفني مارسيل كولر اتكلم عن الاداء وعن الشكل اللي مش عاجبه بعد النتيجه ما كانت 2-0. ليه؟ لانه الحقيقه يعني انا عاجبني جدا هذا الرجل، عاجبني من الناحيه الفنيه وكل حاجه، ولكن عاجبني ان هو رجل واقعي بيشوف اللي الناس بتشوفه. بالمناسبه هو ما بيفتحش الفيسبوك وحد بيقول له، او ما بيفتحش اي حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي ويتكلم فيها، ولكن هو الراجل شايف ان المباراه سيئه من وجهه نظره الفنيه، شايف ان اللاعبين لم يؤدوا مباراه جيده، شايف ان هو نفسه كان عنده افضل من كده. لكن على الجانب الاخر لازم نقول ان احنا 18 نقطه من 18 نقطه. خلي بال حضراتكم الدوري لسه بدري جدا، هنخسر نقاط، وانا يعني كلنا متاكدين من هذا الامر، ان مش هتفضل تكسب على طول، في مباريات او في وقت بتبقى وحش فيه وتكسب، وهو الاهم، وهو الاهم، لانه طول ما انت كويس صدقوني محدش هيوقفنا. زي ما شفنا في الشوط الاول، افتكروا، زي ما شفنا في الشوط الاول في مباراه المحله. لكن لو انت كويس محدش هيوقفك، هتكسب اي حد، زمالك، بيراميدز، اسماعيلي، مصري، اي حد هتكسبه لو انت كويس. لكن لو انت عندك مشاكل فنيه جوه الملعب، لا، محتاج ان انت تكسب وخلاص، بعيدا عن الاداء. الاداء اللي كل النهارده، وانا دي اتمنى ان يكونوا لعيبه الاهلي بيسمعوني او تصل ليهم هذه الرساله. النهارده كلمني 4 أو 5 من محبين النادي الاهلي الكبار، كبار في السن، انا ما اعرفهمش. انا جات لي نمره على تليفوني فرديت، مساء الخير، قال لي مساء النور، يا كابتن اسلام الاداء مش عاجبنا، يا كابتن اسلام الاداء وحش، لو سمحت وصل للعيبه ان، قلت له حاضر انا هوصل، ولكن قلت الكلام اللي انا قلته لحضراتكم دلوقتي، قلت لهم يا جماعه انا عارف ان ممكن يكون الاداء مش كويس قوي، ولكن اللي جاي دايما بيبقى افضل. في بعض المباريات انت بتبقى وحش فيها، ولكن لازم تكسب او لازم تاخد 3 نقاط. هو ده اللي بيحصل
الفتره اللي فاتت باستثناء مباراه المحله شوط ونص كنا كويسين جدا، او شوط وشويه كنا كويسين جدا. فالمصارحه يجب ان تكون واضحه للجميع. هل حضرتك بتقول ده واحد من جمهور النادي الاهلي كلمني بعدها حد تاني؟ كلمني يا كابتن اسلام النهارده الفرقه مش عجبانة، بس احنا في ظهرهم، قول لهم ان احنا واقفين في ظهرهم لغايه لما نموت، لان احنا بنحب النادي الاهلي. الكلمه دي الحقيقه وجعتني، الكلمه دي خلتني اكلم لعيب لعيبه اقول لهم هذه الرساله. انا ما كلمتهمش يعني، ولكن لانه ما كانش فيه وقت، لان بعد المباراه مباشره وانا كان عندي هوا فالموضوع. بس انا بقول لحضراتكم انه لعيبه النادي الاهلي 1000000% حاسين، شايفين ان هم ما كانوش كويسين في هذه المباراه. شوف احنا بنتكلم ازاي. يعني انا بتكلم دلوقتي مع جمهور الاهلي، تخيلوا حضراتكم ان احنا كسبانين 3-0 وبنتكلم بهذا الشكل، واحد بيتكلم في الاعلام مذيع في قناه الاهلي بيتكلم مع جمهور الاهلي وهم كسبانين 3-0 واحنا كسبانين، يعني 3-0 النادي الاهلي كسبان 3-0 من خلال قناه النادي الاهلي وبيتكلم بهذا الشكل. ان احنا كنا، انا عارف ان احنا كان عندنا افضل من كده بكتير وحاجات كتيره جدا. المصارحه يجب ان تكون متواجده ما بين الجميع. وبالمناسبه النهارده احنا كسبانين 3 مظبوط، ولكن مستر كولر طلع عليه قال لك احنا وحشين، عندنا بعض السلبيات واضحه جدا للجميع، هنحاول نشتغل عليها ونصححها. احنا الحمد لله ان احنا كسبنا، قال اللي احنا كسبنا 3-0 وده شيء جيد. فمهم جدا جدا نبقى احنا في ظهر لعيبتنا وفي ظهر جمهورنا، طالما الموضوع واضح والناس بتتكلم فيه وبتقوله خلاص. لانه انا متاكد 1000000% انه مارسيل كولر خلال الفتره اللي جايه هيصحح الاخطاء بشكل واضح. واللي عايز اقوله دي انباء بقى ومعلومات ليا انا، انا بقولها لحضراتكم، الراجل كان متنرفز جدا 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 ما بين شوطي المباراه، والراجل كان متنرفز جدا 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 بعد المباراه. لاول مره منذ ان جاء مارسيل كولر للنادي الاهلي وحتى هذه اللحظه، لاول مره النهارده يكون الراجل بهذه النرفزه على الاداء وعلى اللاعبين او على بعض اللاعبين اللي موجودين. هو الراجل كان حابب ان هو يوضح ده لكل الناس، ليه؟ علشان اللعيبه تعرف ان لا، النهارده مش احنا كسبنا 3-0 ولكن احنا مش كويسين يا جماعه. الدوري ما خلصش، هو الدوري ما بدأش اساسا عشان يخلص، الدوري لسه بدري جدا، عندنا مباريات غاية في الصعوبة. الاتحاد النهاردة لولا تألق الشناوي كان ممكن جدا جدا يتعادل مع النادي الأهلي. هتكلم على الشناوي لوحده، لأن الشناوي ده قصة تانية، وهقول لكم إيه اللي كان بيحصل ضد الشناوي خلال الفترة اللي فاتت من بعض من لا يشجع النادي الأهلي. هقول لكم ليه، بس حاجة أتكلم عنها. لولا تألق هذا النجم الكبير محمد الشناوي، ما يعني كان ممكن نروح في المباراة، تروح في سكة تانية خالص خالص. فاللي عايز اقوله لحضراتكم ده طبعا التألق الواضح لمحمد الشناوي من محمود علاء وضربة الجزاء، كانت هتبقى النتيجة 2-1، او ساعتها كانت هتبقى ايه 1-1، كانت هتبقى 2-1 ساعتها صحيح، وكانت المباراة لسه، وكان المباراة لسه فيها كتير وشوط بحاله، فكان ممكن جدا يحصل اي حاجة. فانا بس الشناوي انا هتكلم عنه لوحده لانه يستحق، لانه كان معمول عليه حمله غير طبيعيه غير طبيعيه. ولكن خلوني اكمل في مباراه الاتحاد. انا بتكلم مع حضراتكم النهارده زي كل يوم بمنتهى الصراحه، كسبانين 3-0، عندنا حارس مرمى يستحق التحيه والتقدير، عندنا لاعبين يستحقوا كلهم الحقيقه. هتقول لي ازاي يا اسلام بتقول ان هم يستحقوا التقدير؟ يستحقوا التقدير لانهم بيحملوا علم النادي الاهلي او تيشيرت النادي الاهلي، لابسين تيشيرت النادي الاهلي، فيستحقوا ان احنا نقف وراهم. اي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي هنقف وراه وهنبقى في ظهره، لكن
لسه بدري جدا جدا على الدوري العام. محدش يفتكر ان عشان المنافس بيتعادل او المنافسين بيتعادلوا او بيعملوا مباريات مش كويسه فانت لازم خلاص الموضوع خلص وهكسب في اي وقت وهعمل في اي وقت. الكلام ده مش صحيح ومش هيحصل. هنفضل ننبه على هذا الامر لكل اللاعبين. بمناسبه الشناوي، بعض من لا يشجع النادي الاهلي، بعض الصفحات التي لا تشجع النادي الاهلي، عشان برضو ما حدش يقول لي انت بتتكلم، انا ما بتكلمش على جمهور الاهلي خالص خالص، ولكن رصدنا هذا الامر وبلغنا به. المهم، بعض الصفحات التي لا تنتمي لجمهور النادي الاهلي اطلاقا ولا تحمل اسماء حتى للنادي الاهلي، ولكن هذه الصفحات وهؤلاء الاشخاص ما بيحبوش النادي الاهلي اطلاقا ولا بيشجعوا النادي الاهلي، هم بيشجعوا نادي اخر. الفتره اللي فاتت محمد الشناوي اخطا، محدش قال ان هو ما اخطاش بالمناسبه، ولكن كان معايا مره شيخ المدربين واحد من افضل المدربين حراس المرمى في مصر، الكابتن احمد ناجي. لما سالته قال لي يا عم اسلام، هو في حارس مرمى بيفضل طول عمره كويس ما بيخطئش؟ قال لي الحارس اللي في السنه يعمل 5 أو 6 اخطاء في السنه كلها ده يبقى احسن حارس في العالم، احسن حارس في العالم. ده كلام الكابتن احمد ناجي. خلاص، فالشناوي اخطا، ايه المشكله لما يخطئ الشناوي؟ كان هناك حمله كبيره جدا، وانا الحقيقه لم اتدخل في هذا الامر. لو تاخدوا بالكم انا كنت بتكلم عن الشناوي ككابتن وككذا وككذا. ليه؟ علشان انا عارف ان الشناوي في المباراه اللي بعدها على طول هيتالق ويعمل هذا الامر. النهارده لولا وجود محمد الشناوي كان الموضوع اختلف تماما في هذه المباراه، مش في ضربه الجزاء بس، شوف كام انفراد هتشوفوا دلوقتي حضراتكم مع اللي حضراتكم بتشوفوه واحنا بنتكلم، انفرادات. وراجل النهارده محمد الشناوي هو ده الشناوي الطبيعي. بالمناسبه لما يحصل استثناء للشناوي و يعمل خطا يدخل فيه هدف ومع ذلك نكسب المباراه، المباراه بتصعب وكل حاجه ولكن بنكسب المباراه، فده الطبيعي بتاع محمد الشناوي بالمناسبه، ان هو يبقى كويس ويتالق بهذا الشكل. فكان بيحاول بعض من لا يشجع النادي الاهلي خلال واحنا بنتفرج على الشناوي بيعمل ايه، اتفضلوا، واحنا بنتفرج كده كان بيحاول بعض من لا يشجع النادي الاهلي، لان هم عارفين ان عمود رئيسي من أعمدة النادي الأهلي هو هذا النجم الكبير كابتن محمد الشناوي. فكانوا بيحاولوا يعملوا إيه؟ وقع، خبط في الشناوي عشان توقعه، لولا وقفة جمهور النادي الأهلي. تخيل حضرتك إن بعد ما الشناوي في المباراة السابقة على ما أتذكر وكسبنا وعملنا وكل حاجة، لكن بعد المباراة مباشرة لقيت ناس بتقول إيه؟ وطبعًا تتبعنا هنا السوشيال ميديا، انا بشكرهم الحقيقه لانه تتبعنا الخط وفضلنا ماشيين عرفنا هو رايح لفين، وقلنا هذا الكلام، قلنا ان الموضوع ده يا جماعه جاي من عند اسلام مثلا. اسلام ده ما بيشجعش الاهلي ابدا، هو بيشجع فريق اخر معروف يعني، فالحمله جايه من عند هذا الرجل. ليه؟ بعد المباراه مباشره الشناوي لازم يقعد، الشناوي لازم يمشي، الشناوي لازم نجيب له حارس مرمى تاني. ما تجيب حارس مرمى 1 و2 و3، هو انت هتجيب حارس مرمى افضل من مصطفى شوبير؟ هتجيب حارس مرمى افضل من علي لطفي؟ هات عندك 10 حراس مرمى، هات، والمنافسه هي اللي بتطلع حارس المرمى الجيد. وقعدنا تتبعنا الامر لغايه لما عرفنا ان هو فلان الفلاني اللي بيشجع النادي الفلاني هو اللي بيعمل هذا الامر، وعمال يخبط في الشناوي. بس مش هو يعني، هو مخلي عدد كبير من الصفحات يخبط في محمد الشناوي. ولكن لولا وقفه جمهور النادي الاهلي مع هذا النجم، مع محمد الشناوي، كان الموضوع هيختلف تماما. على طول بعد المباراه اللي فاتت الشناوي اخطا، غلط يا جماعه، عادي، بتحصل في الدنيا كلها، بتحصل في احسن حارس مرمى في العالم. لكن الطبيعي اللي احنا شفناه من محمد الشناوي النهارده، ده الطبيعي بتاعه. يعني احنا لن نقبل مثلا ان الشناوي في المباراه اللي جايه يبقى يعني
يخطئ خطأ ما. ليه؟ لأن الطبيعي بتاع محمد الشناوي إنه يعمل 10 ماتشات كويس قوي، ممكن 20، ويخطئ في مباراة. الحمد لله دي جت في المباراة السابقة وكسبناها، وتألق بعد الخطأ اللي عمله. والنهاردة عمل التألق الكبير اللي حضراتكم شفتوه، وخد مان اوف ذا ماتش، يعني رجل المباراة. فده راجع لإيه يا فندم؟ ده راجع لشخصية الشناوي وخبرة الشناوي وتراكماته في المباريات، قد إيه مباريات لعبها، قد إيه لما كان بيبقى كويس الفرقة بتكسب، منتخب مصر بيكسب، مش النادي الأهلي فقط. اللي كان بيحصل عليه على محمد الشناوي خلال الفترة اللي فاتت ما كانش ينفع ان انا او كلنا نطلع نرد عليه الا لما الشناوي يعمل اللي عمله، لان احنا كلنا ثقه وكلنا متاكدين في هذا النجم الكبير. واحد من كباتن الفرقه له دور كبير، كابتن الفريق له دور كبير جدا 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 في المستوى اللي بيظهر بيه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. كل التوفيق لكل اللاعبين، ولكن شباب الدوري لسه، دوري قدامنا كتير جدا جدا في مباريات الدوري. شفنا برونو سافيو، السولية، وديانجو، وعبد المنعم، علي معلول، علي معلول بيعدي وبيصنع وبيدافع وبيكون له تواجد في كل الملعب. كل اللعيبه الحقيقه او معظمهم كانوا على قدر المسؤوليه وصنعوا فرص كبيره جدا، رغم ان في الشوط الثاني المستوى قل شويه، ولكن الاهلي قدر يكسب هذه المباراه 3-0. علي معلول بيواصل التألق والابداع، علي معلول مستر اسيست، شارك في 214 مباراة في مختلف البطولات، صنع 63 هدف، سجل 38 هدف، حقق مع النادي الأهلي 13 بطولة. علي معلول مستر أسيست القلعة الحمراء. أروح بقى لمارسيل كولر، وماذا قال مارسيل كولر بعد المباراة؟ قال إن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب خلال لقاء الاتحاد السكندري رغم الفوز الكبير، إلا أن قلة التركيز تسببت في العديد من المشاكل. هايل 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 هايل، هذه هي الواقعية اللي احنا دايما بنتكلم فيها. ما مش عشان كسبان 3-0 هطلع أقول كل حاجة حلوة والدنيا لطيفة ومفيش حاجة، لا. بصوا الراجل قال إيه بقى تاني؟ هناك رسالة أتمنى أن تصل للجميع. برضو الراجل من كتر اللي بيشوف، هو الحقيقة بلغني كمان بهذا الشكل، بهذا الأمر، مش النهاردة، من أسبوع قعدت معاه واتكلمنا الحقيقة. قال لي أنا بيتقال على لساني حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وأنا عمري ما طلعت اتكلمت في الإعلام، ولما أجي أطلع قال لي أنا حتى معاك كلمت، أو لما كلمتني قلت لي عايزين نطلع، قلت لك أصبر لما يبقى في حاجة نطلع فيه. فقال لي لم امبارح النهارده قال كده، لم اتحدث ابدا عن اي انتقالات سواء بالرحيل او بالضم، ولم اجري اي حديث صحفي. ده الكلام اللي انا قلته لحضراتكم كذا مره خلال الفتره اللي فاتت. اضاف كولر ايضا قال لو حدث ان هناك لاعب اريد ان يرحل ساتحدث معه اولا قبل الحديث في الاعلام، وحتى الان لم اقرر رحيل اي لاعب او بقاء اي لاعب. أكمل، فزنا 3-0. خدوا بال حضراتكم من الكلام اللي جاي، الكلام اللي جاي كلام رائع. كنا نقدم أداء سيء، مش سيء بس، سيء جدا، ولم يكن لدينا أي تركيز، وتحدثت في ذلك قبل اللقاء وبين الشوطين. واشكر الشناوي لأنه تصدى لركلة جزاء، وفي بداية الشوط الثاني قلة التركيز تسببت في ركلة جزاء أخرى. الجميع في الفريق سيشاهد المباراة مرة أخرى غدا لنرى كل الأخطاء التي حدثت خلال اللقاء. أقوم بالتدوير بين اللاعبين لأننا تحت ضغط كبير خلال الفترة الأخيرة والقادمة. لذلك لابد من التبديل بين اللاعبين، وأتمنى أن تكون إصابة تاو ليست كبيرة. قال أنه لم يتعرف على الفريق، بغض النظر عن بقية الكلام اللي قاله الحقيقة، ولكن أنا كل اللي بقوله لحضراتكم أن هذا الرجل المباراة اللي فاتت أنا قلت لكم إحنا عندنا مدرب كويس، النهاردة أنا بأكد أن إحنا عندنا مدرب كويس وواقعي، وبيحب يصارح جمهور النادي الأهلي بكل شيء.
فأتمنى إن إحنا كلنا كجمهور نفضل في ظهر فريقنا، إن شاء الله أنا متأكد من هذا الأمر. زي النهاردة الأهلي توج ببطولة إفريقيا لأول مرة في تاريخه من قلب كوماسي، نجح النادي الأهلي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه في مثل هذا اليوم 12 ديسمبر 1982 على حساب كوتوكو الغاني. الحقيقة التتويج ببطولة أفريقيا بيكون دايما هدف رئيسي للنادي الأهلي في كل موسم. الحمد لله ربنا كرمنا في 2020 بالقضية وكملنا بالعشرة في 2021، وبسبب إخفاء اتحاد كرة القدم لخطاب الكاف في 2022 ضاعت فرصة الفوز بثلاث بطولات أفريقية متتالية. لكن من بعدها وكل تفكيرنا في التتويج من جديد بدوري الأبطال. النهاردة أقيمت القرعة، والحقيقة من ساعة ما القرعة الناس عملتها النهاردة واتكلمت فيها وقعنا في مجموعة صعبة مع سان داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني، ولكن إن شاء الله الأهلي هيبدأ مشواره في الجولة الأولى. الأهلي أمام القطن الكاميروني يوم 11 أو 10 فبراير في القاهرة 2000، في إن شاء الله الجولة الثانية الهلال السوداني يوم 17 أو 18 فبراير في السودان، ثم الجولة الثالثة الأهلي ضد سان داونز يوم 24 أو 25 فبراير في القاهرة، الجولة الرابعة سان داونز يوم 7 أو 8 مارس في جنوب إفريقيا، الجولة الخامسة القطن الكاميروني أمام الأهلي في الكاميرون يوم 17 أو 18 مارس، الجولة الأخيرة الأهلي ضد الهلال السوداني يوم 31 مارس أو 1 إبريل إن شاء الله في القاهرة. يا رب كل التوفيق. الحقيقة البعض بيقول لي أصل هي مجموعة صعبة. يعني حضرتك لو شفت ال 16 فريق اللي موجودين كلهم أقوى من بعض، هم دول أفضل 16 فريق في إفريقيا. وبالتالي أنا متخيل، أنا النهاردة اطلعت على بعض الصحف اللي بتتكلم أو اللي بيتكلموا عن هذه المجموعة في الكاميرون مثلا عشان القطن الكاميروني. قال لك حظنا السيء ان احنا وقعنا مع النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، نفس الكلام مع سان داونز اللي قال لك احنا خلاص بقينا كده توأم ملتصق مع النادي الاهلي في كل مجموعه بقالنا 5 سنين. فالحقيقه بالعكس كل الناس دايما بتظهر او بتقول ان هي مش محظوظه ان هي وقعت مع النادي الاهلي، لكن في النهايه هي مباريات صعبه جدا جدا جدا. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز بهذه البطولة. قبل ما أطلع فاصل عايز أتكلم مع حضراتكم بخصوص التحكيم. النهاردة بقينا بنشوف كلاتنبرج بيحلل وبيكشف أخطاء. خدوا بال حضراتكم قبل بس ما أكمل كلامي في هذا الأمر، الفترة القادمة ستجدوا هجوم شرس، هجوم شرس من بعض من لا يشجع النادي الأهلي والقنوات التابعة ليهم بيتكلموا ضد كلاتنبرج. ده ليه؟ لأن كلاتنبرج عمل 3 من 3. يعني إيه عمل 3 من 3؟ يعني في المباراة السابقة قال إن الشناوي لا يستحق كارت أحمر في الكورة بتاعت المحلة اللي هي طولت من الشناوي ولحقها قبل اللاعب، فكان مع قرار الحكم في هذه اللعبة. الكرة التانية بتاعت أكرم توفيق ضربة ركلة الجزاء اتحسبت، قال كان يجب على الحكم وحكم الفار أن يستدعي الحكم لأنها ركلة جزاء واضحة وصريحة. وده الكلام اللي احنا قلناه في البيت الكبير. تالت واحدة لما قال إن كان يستحق لاعب المحلة كارت أحمر لما داس على رجل أكرم لو تفتكروا. فقال 3 من 3. فأنا أتوقع هو بدأ من امبارح هجوم شرس على كلاتنبرج خلال الفترة القادمة علشان يسكت أو يطنش. لأنه الحقيقة كلاتنبرج بدأ يقول أخطاء لبعض الحكام في الفيديو الأسبوعي اللي بيعمله بعد كل جولة، ما عندوش أي حرج في الاعتراف بالأخطاء وبيوجه الحكام وبيطمن الرأي العام. عايز أفكر حضراتكم بمرحلة ما قبل كلاتنبرج. كابتن عصام عبد الفتاح كان دايما بيطلع يبرر كل ما هو خاطئ، هو كان بيبرر الصح وبيبرر الخطأ أو بيدافع عن الخطأ.
كان بيدافع عن الخطأ وعن الكوارث التحكيمية اللي حصلت السنة اللي فاتت، حتى وصلت به الأمور إن هو بيخترع مصطلحات ضحكت علينا ناس كتير، زي روح البروتوكول والاحتواء والكلام اللي حضراتكم فاكرينه ده. وعمره الحقيقة ما اعترف بوجود أخطاء، دايما كان بيبرر بس كابتن عصام. وده كان كل يوم يطلع يسمع احنا بنقول ايه، او غيرنا يعني بيسمع احنا الناس بتقول ايه ضد التحكيم، ويطلع يبرره في برنامج تاني. لكن كلاتنبرج بيحاول ان يقدم شفافية حقيقية في إدارة لجنة الحكام، وبيشاور على الأخطاء، وبيحاول ان يطور أداء الحكام. حتى الآن خلي بال حضراتكم الرأي ده ممكن يتغير بكرة او بعده، على حسب المباريات وعلى حسب أداء التحكيم. أتمنى أن يكون هناك، النادي الأهلي ظلم في هذه المباراة، في مباراة المحلة. هتقول لي ما أنت كسبتها يا سيدي، هي مش مسألة كسبت ولا خسرت، مسألة أن النادي الأهلي يريد تحكيم عادل، مش عايز حاجة تانية، عايز حقي فقط. ما هو إيه المشكلة لو كانت حسبت ركلة الجزاء لأكرم توفيق كنا جبنا جون زيادة، أو اتطرد لاعب المحلة كانت المباراة بقت أسهل ما كانت ما هي سهلة. تخيلوا بقى لو كلاتنبرج ده كان بيعمله، كلاتنبرج اللي كان بيعمله ده بيتعمل السنتين اللي فاتوا، كان إيه اللي حصل؟ السنتين اللي فاتوا كنتوا هتلاقوا الحالات كلها ضد النادي الأهلي. أو والله العظيم. وبالمناسبة أنا ما بقولش كده عشان خسرت الدوري، أنا خسرت الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية نعم، ولكن كان عندي جزء، النادي الأهلي كان عنده جزء. لكن الأخطاء التحكيمية بتوديك في 60 داهية الحقيقة يعني. عشان هما دلوقتي بيحاولوا يعملوا إيه؟ بيحاولوا يجيبوا له حد يبقى هو رئيس لجنة الحكام بالمناسبة. لكن حسب المعلومات اللي عندي في البيت الكبير، كلاتنبرج راجع يوم 16 ديسمبر وهيكمل بدون أي تدخلات. أتمنى من كل قلبي نجاح تجربة وجود خبير أجنبي في إدارة لجنة الحكام عشان الحيادية ولصالح التحكيم. أنا مش ضد الحكام ولا ضد التحكيم المصري ولا ضد الكابتن عصام عبد الفتاح ولا ضد الكابتن جمال الغندور ولا ضد الكابتن سمير عثمان ولا ضد حد من الأسماء الكبيرة جدا، كلهم أصدقائنا وعلى دماغنا من فوق، وكلهم ناس كأشخاص وأصدقاء وحكام كبار كانوا بيحكموا لي أنا وأنا في الملعب، وكنت بحترمهم جدا وسأظل أحترمهم. ولكن إحنا هنا بنختلف على شكل أو طريقة أداء لجنة الحكام خلال الفترة اللي فاتت. بالعكس أنا دايما بتمنى تطور المستوى، لكن خلوا التجربة تكمل عشان صالح كرة القدم المصرية. وصدقوني أول ما يحصل حاجة غلط هتلاقوني بقول إن في حاجة غلط بتحصل، أنا ما عنديش مشكلة بالمناسبة، سواء بكسب لا قدر الله، لو بخسر هطلع أقول برضه، ما عنديش أي مشكلة خالص. فأتمنى إن التجربة دي تكتمل وأتمنى إن هي تنجح. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نكمل مع حضراتكم بقية أخبارنا في حلقة اليوم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. النهاردة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي تغلب على فريق سموحة في المباراة التي جمعت ما بين الفريقين بالدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر. أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضا قويا وتألق به اللاعبون لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 91-48. بهذه النتيجة حجز الفريق مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة ليواجه فريق الجزيرة، بعد أن قدم مباريات قوية للغاية خلال الفترة الماضية وتوج بلقب دوري المرتبط للمحترفين. هنشوف تقرير عن فوز النادي الأهلي على سموحة والتأهل لنصف نهائي الكاس لكرة السلة، ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا بعد فوز النادي الاهلي على نادي سموحه في مباراه الربع النهائي او دور الثمانيه من بطوله كاس مصر لكره السله رجال، يمكن معي في هذه اللحظات طبعا كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال. يا كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخلينا برجلك على مباراه اليوم، وشايف ازاي اداء لاعبي النادي الاهلي النهارده في المباراه امام سموحه. الاول برحب بيكي وبقناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. الحمد لله النهارده مباراه كانت صعبه، يعني اكيد قبل بدايتها كل الناس كانت متخوفه من المباراه بسبب الغيابات اللي موجوده في الفريق،
عمرو جندي، ايهاب امين، عبد الله ناصر، عمر عزب، سيف جاي من غير ما يتمرن لعب الماتش عشان احتياج الفريق ليه. احنا النهارده ال 11 لعيب في السكور، ما عندناش اللعيب رقم 12، بس الحمد لله احنا واثقين في رجالتنا ان كل الناس مستنيه الفرصه، السكواد موجود، اي حد ممكن يلعب. كنا واثقين من المكسب الحمد لله، رغم ان بنلعب فرقه دايما واحنا فول تيم دايما بيعملوا معانا ماتش كويس، ولسه جايين من مكسب على الاتصالات في ملعبه. فالحمد لله راضيين عن الاداء وراضيين عن كل اللعيبه، وكل اللعيب ادى الماكسيمم بتاعه النهارده، ما حدش بخل باي جهد وبشكرهم جدا. كابتن احمد، طبعا اتكلمت عن غيابات في مباراه النهارده، سواء عمر عزب، ايهاب امين، وكمان عبد الله ناصر، كلمني عن طبيعه الاصابات اللاعبين وان شاء الله ازاي هيكونوا متواجدين امتى ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي، سواء في التدريبات او طبعا المباريات القادمه. طبعا الاول عمرو الجندي طبعا بسبب الايقاف طبعا هيكون موجود معانا المباراه اللي بعد القادمه ان شاء الله، وهو بيتمرن بشكل طبيعي. ايهاب بدا بيتمرن وان شاء الله يكون موجود خلال 4 أو 5 أيام بالكثير ماكسيمم ان شاء الله. بيدو ممكن اللي يطول شويه يقعد له من 10 ايام 15 يوم، لانه عنده مزق بسيط في ظهره، والظهر بيبقى دايما المنطقه يعني لو حصل فيها مزق بتبقى حساسه شويه، لازم تعالجيها 100% عشان ما ترجعش تاني. بالنسبه لعمر عزب ان شاء الله كده خلال اسبوع يبقى متواجد مع الفريق، فان شاء الله كلها اصابات باذن الله يعني في القريب العاجل يعني هتكون موجوده مع الفرقه. بس اكيد احنا مش هنضغط على حد ان هو يرجع بدري، احنا دايما لما بيجي اصابه لاي لعيب بنديله وقته بحيث ان هو لما يرجع يكون في يعني على اكمل وجهه والاصابه ما تعودش تاني ان شاء الله. كابتن احمد، ايه المباراه القادمه ان شاء الله وهتستعدوا لها ازاي؟ ان شاء الله الدور القادم هيبقى دور ال 16 في دوري السوبر مع نادي الزور، اللي بيمرنه طبعا واحد من اهم مدربين النادي الاهلي في الفترات الماضيه كابتن سيد مصطفى، وعامل فريق كويس السنه دي. الزور اول سنه ليه في الدوري الممتاز، ان شاء الله تبقى مباراه كويسه. يعني اكيد في فرق امكانيات ما بين الاهلي والزور، لكن هم ان شاء الله اتمنى لهم كل خير السنه دي في يعني اكيد ليهم تارجت البقاء ان شاء الله في الدوري، واحنا ان شاء الله هنلعب الماتش بمنتهى القوه. هيبقى استعداد للمرحله اللي بعديها، هيبقى في مباراه السوبر مع الاتحاد السكندري، وفي بقى الادوار اللي هي الرايح جاي باذن الله في دوري السوبر، فهنلعب المباراتين بكل قوه باذن الله. باذن الله يا كابتن، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. ميرسي، ربنا يخليكي، شكرا. طبعا يمكن طبعا مستمرين معاكم في لقاءاتنا النهارده بعد فوز النادي الاهلي على نادي سموحه في مباراه الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. يمكن معي في هذه اللحظات واحد من نجوم المباراه النهارده، كابتن مروان سرحان. مروان، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني ابارك لك النهارده على مباراتك مع نادي سموحه، وشايف ازاي النهارده المباراه وطبعا اداء كل لاعبين النادي الاهلي النهارده معاك في المباراه. طبعا الحمد لله على المكسب، ده اول ماتش بعد الدوري المرتبط، فدي كانت بدايه مهمه جدا ان احنا خلاص يعني احنا قفلنا الصفحه بتاعه المرتبط. والنهارده كان اول ماتش في كاس، ماتش صعب طبعا، فرقه سموحه فرقه محترمه، واحنا برده داخلين الماتش عندنا نواقص كتير، عمرو جندي، ايهاب، بيدو، عزب، فده كان دافع بالنسبه لنا اكتر ان احنا ناخد الماتش بجديه اكتر، والحمد لله ربنا وفقنا وحققنا كده يعني. طبعا زي ما انت قلت مروان انه كان في غيابات النهارده، يمكن دي يعني قبل المباراه كانت زودت شويه من صعوبه المباراه، لكن انتوا كنتوا قدها الحمد لله. كلمني ازاي استعدتوا للمباراه دي بالذات بعد ما كان في توقف دولي كمان وبعد مباراه المرتبط زي ما انت قلت. بص، احنا الحمد لله فرقه متكامله، يعني حتى لو ناقصين واحد او اثنين او حتى ثلاثه فالشباب واللعيبه اللي موجوده كلها تقدر تسد يعني، فده كان شيء متوقع يعني طبيعي. بس هو برده ده اي حد بيبقى ناقص من الفرقه بتحس ان ايه يعني اللعيب اللي مكانه او بقيه الفرقه لازم تعمل اكسترا جوب، ورك هاردر، عشان يقدروا يعوضوا النواقص دي. فدي حاجه احنا اشتغلنا عليها الكام الاسبوع اللي فات، كان عندنا اسابيع، فالحمد لله يعني استعدنا كويس الماتش ان شاء الله. بعد مباراه النهارده مباراه سموحه، المباراه القادمه ان شاء الله وبدايه الدوري السوبر مباراه الزهور، ازاي مروان هتستعدوا لها ان شاء الله مع مستر اجاستي بوش والجهاز الفني بالكامل؟ هو ما فيش وقت الاستعداد، هو يعني احنا عندنا بكره راحه، ما عندنا تمرينتين قبل البيست اوف 3 ده، فاحنا اعتقد ان احنا يعني مستعدين. لو حد من هيبقى عندنا برده اول ماتش هيبقى عمرو الجندي مش موجود، فهيبقى تقريبا نفس السكواد، ف هتبقى هي الاستعدادات يعني يوم راحه تمرينتين كويسين نستعد للماتش، وان شاء الله ربنا يوفقنا. التوفيق يا مروان ان شاء الله، ويعني مزيد من التألق في المباريات القادمه ان شاء الله. شكرا.
وصلنا الحقيقة لفقرة صنع في الأهلي، وبطل فقرتنا النهاردة الكابتن موسى علي نجم النادي الأهلي السابق لكرة السلة. بدأ مع الأهلي من سنة 71 حتى 86، حقق العديد من البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء وهو لاعب وكمدرب أيضا، حقق 9 بطولات للمارد الأحمر. كابتن موسى هو صنع في الأهلي النهاردة، وهنطلع فاصل بعد كده، وبعد هذا الفاصل هيكون معانا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم في لقاء هام جدا، هيكلمنا عن كأس العالم وكل شيء، ولكن أيضا هنتكلم عن النادي الأهلي وكيف رأى النادي الأهلي في مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندري، ولكن بعد صنع في الأهلي فاصل، وبعد الفاصل كابتن شريف عبد المنعم. علاقتي بالنادي الاهلي علاقه يعني شبه ازليه، يعني انا من ساعه ما دخلت النادي الاهلي يعني من سنه 71 لغايه هذا الموسم اللي هو 2022 2023 ما سبتش النادي الاهلي الا 3 سنوات فقط. لعبت بقى مراحل سنيه كلها المختلفه 18 و20، ما كانش فيه الاول 15 ولا 17 زي دلوقتي، او 18 و16، ما كانش فيه الا مرحله سنيه واحده هي 18 و20 سنه، وكان تحت 12 سنه بس هي اللي كانت موجوده. لغايه ما لعبت بقى في الفريق الاول لعبت حوالي 10 مواسم، وبعدين كنت كابتن النادي الاهلي، تدرجت بقى من لعيب لاداري لمدرب فريق لمدرب فريق اول لمدير فني قطاع السيدات لمدير اداري قطاع السيدات، والسنه دي مدير اداري قطاع 3 على 3. احنا كنا بدانا 18 سنه و20 سنه، فاخذنا بطوله 18 سنه في سنه من سنين، وبطوله 20 سنه كان معانا كابتن الله يرحمه كابتن طلعت جريدي، دي كان بطوله يعني كان فيها واخذناها من نادي الزمالك. وبعد كده في الدرجه الاولى يعني كان في بطولات قريبة خدناها، ويمكن كان في منافسة شوية لأن كان معظم المدربين من خارج النادي، الواحد كان حظه هو لعيب يعني مش موفقين كتير، إلا بس إنما يمكن اتعوض بقى، وإحنا بقى مدربين ربنا عوضنا، وخدت بطولات جمهورية وقاهرة في 14، وبطولات قاهرة وجمهورية في مرحلة سنية تحت 16، وكان أول مرة يعملوا فيها بطولة المرتبط، كنت أول بطولة مرتبط تحت 16 سنة أنا كنت موجود، كنت أنا ماسك فرقة 16 سنة، كنت أول بطولة مرتبط في تاريخ النادي وفي تاريخ الباسكت. بعد كده تدرجت بقى مع بطولات 18 سنة برضه الجمهورية، وبعدين مع الدرجة الأولى كان في بطولة أفريقيا، فكان النادي الأهلي مع كابتن أشرف توفيق، فأخذنا برضه بطولة أفريقيا. وجانب بقى مدير اداري في قطاع السيدات اتخذنا فيها حوالي 6 بطولات دوري مرتبط، و3 بطولات دوري سوبر، و3 بطولات منطقه، ده في المدير اداري في اللي انا اشتغلت فيه. طول لما كنا في 20 سنه كان نادي الزمالك، وكان نادي الزمالك ساعتها فرقه جامده، احنا بس احنا ربنا وفقنا مع كابتن طلعت ان احنا خدنا البطوله دي، ودي كانت اصعب بطوله واحنا في الناشئين. دايما الاهلي بصراحه يعني الواحد برضه مهما بيحصل دايما بيبقى سبورت لاولاده وبيقف معاهم، ولو في اي مشكله بيقدر يحلها لهم حتى من يعني من غير ما هو يشتكي، او اذا كان هم بيعرفوا او هو يعني اشتكى ان في مشكله عامه هنا، وخصوصا يعني الناس اللي قدام الله يرحمه كابتن كمال حافظ وكابتن صالح، يعني الناس دول يعني الواحد عاشرهم وهو صغير، فكانوا دايما سباقين ان هم بالخير دايما، كنا دايما يعني واحنا ناشئين وبنلعب نلاقيهم دايما واقفين معانا وموجودين وبيحلوا لنا مشاكلنا. يعني جمهور الاهلي دايما هو السند للنادي الاهلي، وهو دايما اللي واقف معاه في جميع البطولات، سواء بقى في كرة القدم وهي اساس، وسبقوا بعدين هم كمان يعني كان زمان يعني هم معدودين على الاصابع اللي بيجوا ورا الباسكت، انما دلوقتي بقت اللي هي العاب الصالات اللي في النادي الاهلي متابعين الباسكت، ويمكن بيتابعين الباسكت والالعاب كلها اكتر من اللعيبه ومن الناس كلها، ويعني هم بس يعني ساعات كده بيحاولوا ان هم يبقى ليهم وجهات نظر قد تكون سليمه وقد تكون مش سليمه، بس احنا الواحد بيتوسم منهم ان هم دايما يعني ايه يسيبوا في الاخر الراي لاداره النادي وللاجهزه ان هم يقدروا يختاروا.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ يا كابتن اسلام منور، انت منور الدنيا كلها. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. وانا كمان. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن خليني ابدا مع حضرتك قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي ومباراته النهارده والمباريات في الدوري المصري الممتاز. رايك في كاس العالم بشكل عام؟ طبعا كلنا متفقين على ان التنظيم بتاع كاس العالم حاجه هايله جدا يعني. نعم. الاجواء اللي حصل فيها كاس العالم بالنسبه لنا كعرب اجواء مثاليه جدا، ما كناش نحلم بيها الحقيقه. يعني انت شايف قطر بتلعب، فجميع الجاليات اللي موجوده بتشجع قطر. بتشجع قطر، صح. السعوديه بتكسب وبتلعب، جميع الجاليات بتجري ورا السعوديه وتتارك. وكلنا بنعدد وكلنا بنعذر المكاسب وبنكبر من مكاسبنا. نعم. ففي النهايه ان البطوله دي عن طريق المغرب كمان اللي هو وصل خلاها انجاز عربي غير عادي غير مظبوط. صحيح. وهيدينا فرص كبيره جدا وامال كبيره جدا في النسخ اللي جايه ان يكون لينا حضور اكتر من كده. اعتقد ده الوعد اللي موجود من الفيفا، ان افريقيا هتبقى اعتقد 9، اسيا هتزيد عن كده. فعربيا وافريقيا خدمتنا نسخه قطر 22 حقيقي. بجانب ما فيش حد يقدر يقول كلمه واحده عن اي حاجه، ان كان في التحكيم او في التنظيم او في الملاعب كلها كامله. احنا ياما شفنا ماتشات كاس العالم في نسخ قبل كده ما كانتش الملاعب بتبقى كلها كامله. لا مظبوط، ده الملاعب كامله بشكل جميل جدا. صحيح. يجوز في فرق كبيره كنا احنا بنتمناها تكون في الشكل والتصفيات انا واحد مثلا كنت بتمنى لانجلترا مثلا ان هي تكمل انها فرنسا. لا يعني فرنسا اوكي، يعني دول ستيدي يعني دول موجودين، بس انا انجلترا بحلم لهم ببطوله. واعتقد ان هم من الناس اللي اسسوا برضو اللعبه، يعني مش بعاد عنها، وعندهم سكواد جامد المره دي. فالحظ هنا برضو بيتدخل، بيبقى له كلمه طبعا. يعني مع قوه البرازيل الحظ بره، انجلترا نفس الشكل مع فرنسا هم الاحسن وفرنسا هي اللي تكسب. البرتغال مع المغرب، البرتغال مع المغرب مش مساله مين الاحسن، مساله ان المباراه اللي لعبتها البرتغال قبلها كانت افضل، تقول هتعدي على المغرب ايزي يعني 3-1 حاجه زي كده يعني. انما الروح وانك تثق في نفسك وتثق في شخصيتك عن طريق المغرب، صح، ده حاجه يا ريت تكمل باذن الله. وبنتمنى بصراحه بيني وبينك يعني كلنا هنيجي نقول لك ايه، لا فرنسا والارجنتين في الفاينل، ها، انما احنا بنتمنى نمسك في الحلبه بقى. ما دام وصلنا للمرحله دي ليه لا؟ وليه لا؟ وليه ما يكونش اللعيبه المغاربه الثقه هي هتطلع لهم اللي احنا ما شفناهوش لسه؟ ما بيني وبينك هو انت لما تيجي تبص لمثل هذه المباريات، خلاص يا كابتن انا يعني وصلت للدور قبل النهائي، لم يكن احد يتوقع ان يصل المغرب للدور النهائي، وبالتالي الكل ينتظر. انا كلاعب لو حضرتك يعني حضرتك كنت نجم كبير في منتخب مصر والنادي الاهلي، لما بتوصل لمرحله انت ما كنتش مش مصدق ان انت وصلت لها، بتطلع بقى كل اللي عندك خلاص، حتى لو اتغلبت اصل في هنا بقى فيش ضغوط عليهم نفسيه خالص. بالظبط. يمكن الضغط ان هو احلموا معانا ووصلونا صحيح. واحنا نتمنى لكم كل خير. المره دي مفيش ضغوط نفسيه بقى، المره دي في حلم. الحلم العربي بقى هو ده الحلم العربي الاساسي، ان احنا نوصل فاينل. وجود المغرب في الفاينل دي حاجه هتعدل حاجات كتير قوي، وهتغير الشكل بقى شكل سياسي مش شكل رياضي بس. ويمكن دي مميزات كاس العالم انها جمعت العرب كلهم يا اسلام في البطوله دي. حسيت ان العرب كلهم اتجمعوا. صحيح. في اي فرقه كانت بتلعب. نسيت ان مصر مش موجوده. والله حسيت ان مصر كانت موجوده. وقبل كده قعدت معاك قلت لك كان نفسي صلاح يبقى موجود مع اي فرقه من اللي بتلعب، تونس اي حد مشاركه حتى. ف بطوله بالنسبه لنا احنا كعرب جميله جدا من جميع الوجوه، وتمنياتنا الطيبه كلنا للمغرب الحقيقه بالتكمله وبالشكل. هل من الممكن ان تتكرر مثل هذه الظروف مره اخرى، بمعنى ان احنا ممكن نشوف تنظيم لكاس العالم بعد كده في بطوله في دوله عربيه او في عده دول عربيه؟ في وعود، اعتقد ان في وعود في السعوديه، وهيجي بجنبها مصر
واعتقد يمكن يكون بلد افريقيه كمان تانية معاهم ثلاثه. بس هو الكلام اللي بيتقال ما بين مصر والسعوديه بقرب المسافات اللي هي اسيا افريقيا اوروبا عشان هم احنا الثلاثه جنب بعض يعني. وفي تركيا خد بالك كمان، تركيا دي بتجمع اسيا وبتجمع اوروبا وبتجمع يعني في ساعتين طيران الاريا تقدر توفر لك كل حاجه. انت في روسيا كنت بتسافر كتير جدا يعني، انت في روسيا ما بين محافظه والتانيه كنت بتسافر وقت طويل جدا. وبعدين هو البلد يعني احنا عندنا امكانيات كبيره جدا وبنيه تحتيه هنا في مصر، اوتيلات وطرق وفاسيلتيز وكل حاجه وجماهير طبعا تضمن 130 مليون هيملوا لك الحياه كلها والاستادات وحاجات هتضمن الحكايه دي. وانت شفت في 2019 لما عملنا البطوله الافريقيه كانت حاجه جميله جدا طبعا، كانت مشرفه جدا الحقيقه. كنت يعني كنت بتقارب بينها بين الدوريات الاوروبيه وبين البطولات العالميه اللي بتتلعب. فاحنا الناس شافونا والناس عرفونا والناس جولنا والناس شافوا امكانياتنا شكلها ايه. كذلك في السعوديه طبعا، كذلك في الامارات. يا سلام لو الامارات والسعوديه ومصر بينظموا نسخه من نسخ كاس العالم هتبقى حاجه مبهره جدا. وعشان كده احنا بنتمنى ان المغرب تطلع تاخد الكاس باذن الله ان شاء الله. يعني احنا كلنا نتمنى مش عشان كده بس، ولكن لان المغرب يستحق الحقيقه بالمستوى الفني اللي بيؤدوا بيه الروح والروح. المدرب اللي عرف يتعامل نفسيا مع اللعيبه ورجع لعيبه ما كانتش موجوده، يمكن وحيد خليلويتش مدرب كويس كل حاجه بس هو عصبي كتير. في مدربين ما بيحبوش لعيب معين، مثلا لعيب معين ده بيبقى محتاج فلسفه او محتاج اسلوب انك انت تتعامل معاه. هو مش متمرد يعني، هو بيبقى متعود على انه اللعيب الفافوري بتاع الفرقه دايما بيبقى له حته، دايما بيبقى له احترامه، دايما بيبقى له خصوصياته. فيمكن هو ما عرفش يتعامل مع كريم زياش، او كان في لعيب كمان تاني قدر هو يستقطبهم ويجيبهم ويتكلم معاهم. والحكايه هو كمان الراجل ده يعني جابوه من الوداد على ما اعتقد، يعني اخر حاجه نسخه ليه كانت الوداد. صحيح. هما زي ما اتفقت انا وانت قبل كده في الكونفدراليه، السوبر، الكاس الافريقي، فنادي شغاله عندهم تنظيم وتخطيط لمثل هذه الامور اكيد. يعني ما فيش حاجه وصلت لكده. عندهم ايمان كمان روحاني كده، يعني عندهم سياحه بيسمح سياحه اعمال يعني تخليك تروح هناك تقول لك ايه المستقبل اللي جاي. اوكي. عندهم ناس تقعد تتكلم معاهم كده بيخططوا حتى المستقبل المغرب في جميع في شتى الاشياء مش الرياضه بس. صحيح. ف كل التمنيات طيبه، كل الشكر ليهم كمان، وكل الشكر لجميع المنتخبات العربيه بما فيهم قطر. اللي حصل ده كله اتمتعنا وشفنا وتعلمنا وخدنا دروس كتيره جدا، ان انت لازم تثق في نفسك وتثق في شخصيتك. اديك كسبت بلجيكا قبل كاس العالم. لا ناس كتير قوي كسبت بلجيكا كمان معاك. مغرب. مغرب كسبت بلجيكا. يعني انت بتقدر لعيبتك اللي هي بتعرف تتعامل بشكل احترافي مع كل الفرق دلوقتي. فدي التمنيات ودي الحاجات المكاسب الكبيره قوي اللي خلتنا احنا كمان عايشين في وسط كاس العالم كعرب. صحيح. بقالنا يد، بقالنا بيسموه ايه سفير دلوقتي بالنسبه لي في دور الفاينل والسيمي فاينل. هشوفه مرتين. عشان كده دايما اللي بيوصل مربع الذهبي ده بيبقى خلاص. ومن الناحيه الاقتصاديه المغرب ضمن على الاقل، يعني ده لو اتغلب الماتشين، لو اتغلب لو لا قدر الله اتغلب بكره ولا بعده واتغلب في الثالث والرابع هياخد 25 مليون دولار. ده لو طلع الرابع، لو طلع الثالث اعتقد 30 لو او 27، وبعدين لو طلع الثاني 35، لو طلع الثالث الاول هياخد 40 ولا 45 حاجه كده. حاجه فمن كل النواحي حاجه حلوه. ده بقى لو طلع الاول 42 لو طلع الاول العرب كلهم هيروحوا يحتفلوا. انا بتكلم طبعا طبعا الاحتفال يعني والفني وكل حاجه كماديا لكن كمان سياحيا وكحاجه تانية هتبقى الدنيا جميله قوي. تانية. كلنا احنا عايزين نروح. مظبوط بجد. مزبوط. يعني الواحد بيبقى بيقول لك انا نفسي اروح اعمل عمره. كويس. ده شك وبدل هتخش كمان جنبها كده يقول لك انا نفسي اروح ابارك للمغرب واعيش الاجواء والافراح اللي هي موجوده هناك دي. حاجه جميله جدا. العرب بيتجمعوا بقى كتير قوي، العرب بيتجمعوا فجاه
عن طريق رياضة. الكرة دائما تجمع ولا تفرق، سياسيا أو رياضة. ما سياسيا كمان تلاشت أي حواجز بين أي حد، يعني بقينا مش حاسين بأي مشاكل الحقيقة. إذا كنا العرب إمتى يتجمعوا العرب، لا لا الكلام ده ما بقاش حاسينه في الفترة اللي كان فيها مرور كأس العالم دي. يعني حتى كابتن امبارح، كابتن محمود الخطيب امبارح في كلمته في المؤتمر بتاع تقديم راعي للنادي الاهلي في مؤتمر امبارح، اتكلم وقال ان احنا عندنا لازم ننظر للمغرب وكيفيه الاداره وكيفيه التخطيط وازاي وصلت لكده. شيء واضح جدا. نعم. الناس كلها اثنت على الاتحاد المغربي بكل البطولات اللي خدها الفتره اللي فاتت. صحيح. والنجاحات. فده زي ما احنا كنا دايما عندنا مقوله يقول لك ليه النادي الاهلي بياخد البطولات الكتير دي وليه النادي الاهلي ماشي. فكنا دايما عندنا مقوله انا وانت نقول لك ايه، اللي عايز يعرف يبتدي من وقت ينتهي الاهلي، يعني شوف الاهلي بينتهي فين وحضرتك تبتدي. حضرتك تشوف الناس دي بتشتغل على ثلاث ورقات دستور صغير جدا لعدم الخروج عن النص في اي شيء. صحيح. يعني كده تركز بس في اللي قدامك وتركز في نفسك وفي شخصيتك وفي جماهيرك وفي حاجتك. فاعتقد المغرب بنسميه سايلنت موفينج، يعني بيتحركوا ببطء سريع، يعني ساكن اللي هو بيتحركوا جنب الحيط. يعني ما حدش داري، ما فيش ماتش بيلعبوه هنقول المغرب هيكسب بكره الا الماتش اللي جاي ده والا الفتره اللي جايه دي بقى. طيب بما اننا بنتكلم عن المباراه فنيا بقى، فنيا مغرب وفرنسا، بتشوف المباراه سهله صعبه قويه؟ مش فوارق بعيده جدا. فوارق امكانيات والفرديات كبيره جدا. ولكن الراجل الركراكي بيعمل حاجه غريبه جدا في الكوره. بيوقف لعيبته ناهينا عن هيلعبوا مين، ناهينا عن امكانيات الفرقه اللي قدامها دي مين. اوكي. وعنده الراجل باك رايت بتاعه متمرس مع جميع فروده العالم، ومنهم واحد بيلعب جنبه اللي هيلعبه كيليان امبابي، عارفه وعارف طريقته. لو هيلعب عليه واكتر اثنين، يعني عندما سئل امبابي من اكتر واحد صديقك قال له اشرف حكيم. يعني هنا في متعه كمان هتبقى من اداء متميز بين الاثنين. عنده تو جوبز، عنده ازاي الراجل ده يتمسك وما يعملوش، ازاي يروح هو وهو الامداد بتاع فرقته. صحيح. وعلاقته بكريم زياش. ف هتبقى مباراه ممتعه. تسالني انا هقول لك اكيد فوارق الفرنسويين تكسب، ولكن بهذا الشكل وبهذه الروح وبهذا الروح المغرب عنده تشانس. عنده تشانس وتوفيق. لو التوفيق اتوجد هو سكور وفرنسا ميسنج زي ما حصل في الماتش بتاع البرتغال، ولكن البرتغال لم تكن بالشراسه اللي احنا شفناها بالمباراه اللي قبلها. صحيح. انما اتمنى ان فرنسا تبقى زيهم كده، لم تكن بالشراسه اللي احنا بنتفرج عليها والدنيا تقف شويه، يعني على اساس ان المغرب يبقى له سبق تهديف، يبقى له وجود، يبقى له درون يروح لضربات جزاء يتوافق فيها. فهي ده الحلم العربي اللي احنا بنتمناه. المباراه الاخرى الارجنتين وكرواتيا كابتن، برضو مباراه يعني لما جيت اتفرجت على الارجنتين في مباراته الاخيره امام المنتخب الهولندي، اهم ما كان يميز هذه المباراه الناحيه التكتيكيه جوه الملعب. كانت مباراه مقفوله جدا وفيها نواحي تكتيكيه قويه جدا، ولكن في نفس الوقت كانت فيها خناقات كتيره جدا. بص هقول لك على حاجه، شيل ميسي من فرقه الارجنتين بقدر الله، يعني هل هتديك احساس ان هي تقدر تكسب ايزي عادي؟ ده هي حتى معاها ميسي احنا بنقول يعني ان هي وصلت مفاجاه 50-50. فهمتني؟ لانها بتفاجئني دايما باشياء. هم عندهم الباورفول جامد او عندهم البدني حلو قوي، انما اعتقد انهم مطعمين بلعيبه جديده. يعني من غلطات المدرب البرتغالي انه ما اعتمدش على كريستيانو. من غلطاته. انا شايف ان هو كان لازم كريستيانو وضح له في ماتش قبليه ان هو وجوده فقط في الملعب موقف اثنين، بيوقف اثنين وبيجيب ضربه جزاء وبيعمل كل حاجه وبيقدر يجي فيه فاول هو يقدر يعمله بطريقه الضربات الثابته. فانا لازم استغل الامكانيات الكبيره اللي معايا، انما انا لسه هحلم بظبط نص ملعب وحاله فنيه وتغاضى عن الحاله اللي هي فيها تقدر تخليني انا متميز عن الاخرين. فهنا واحد زي دي ماريا ده لازم يبقى موجود يا اسلام.
صحيح. لعيب كوره لعيب كوره بيودي فرقته في اي ثانيه. صحيح. ويقدر يجيب جول ويخترق، وجاب لهم بطوله امريكا قبل كده، باع البرازيل، يعني راجل ليه هيستوري كبير جدا وليه كل العلامات اللي هي تقدر تخليه يبقى من اللاعبين المتميزين، لان ميسي محتاج لعيب زي ده. ميسي محتاج اتنين زي مارتينيز اللي بيلعب جنبه ده، والسرعه، محتاج واحد زي ده هو يسقط له كوره يوديه، محتاج التحركات دي. انما في نفس الوقت مش هو الفريق كامل اللي انا بشوفه من اول البطوله لاخر البطوله، غير كابا كوسان او ادنى، يعني يا يخشوا يا يتعادلوا يا ضربات جزاء يا يا لا. هولندا مثلا رجعت عليهم وتعادلت معاهم 2-2، واثناء المباراه هولندا فرقه جامده جدا. هم بضرب الجزاء استطاعوا ان يعملوا الفرق ده، لكن لما كانش في ضربة الجزاء وهولندا تعادلت، اعتقد هولندا كان عندها شانس كبير جدا انها توصل تكسر. زي انجلترا مع فرنسا كده. فالتوفيق وعدم التوفيق، ولكن انا كل انيابي وكل الادوات اللي عندي اللي تخليني اقدر اطمن جماهيري اللي موجوده بتوع الارجنتين الموجودين، الارجنتين بتحلم لميسي انه يحمل الكاس. طبعا طبعا. وناس كتير بتحب ميسي، كلنا كلنا بنحبه، كلنا نتمنى له النهايه السعيده دي، ولكن مش على حساب المغرب. يعني خلاص بقى وصلنا ان احنا بندور على، حتى لو وصلت يا ميسي والمغرب وصلت، انما انت لو وصلت قدام فرنسا انا بتمنى لك انك انت تاخدها. هيبقى في مجهود كبير قوي ومتطلبات كتيره جدا من الفرق الاربع فرق عشان يبقوا في النهائي. وهو ما فيش امل للمنتخب الكرواتي يا كابتن ان هو يكسب؟ فيه ايه ده، عندهم ثعلب في وسط الملعب، ده بيلعب كوره يعني زمان لما خد احسن لاعب في العالم، انا ما تبقى مرت ايه يعني. انا لعيب كويس، بس في ناس كتير قوي احسن، في ناس كتير قوي لوكا مودريتش على الكلام، في ناس كتير نتائجها اقوى منه، في ناس كتير قوي سكورر، في ناس كتير قوي اثرت في فرق. انما هو لما تيجي تاخده بقى على التصنيف كده وتشوف الدنيا بيلعب فرق قد ايه، ما اعرفش، تحسه مش بيلعبه لوحده، مش بيلعب لوحده، لا ده ضابط ايقاع في الملعب. صحيح. بيتحكم في اداره الوقت والزمن والفرص بالنسبه لفريقه. وقد ايه بيلعب كمان تعطيل للفرق اللي قدامه القويه جدا، فتحس انه لعيب امان جامد جدا. عندهم راجل الناحيه الشمال ده مش مستحضر اسمه انا، حاجه ليفت وين كده بيخش بيقطع، يمكن الاعداد يقول لنا عليه، حاجه كمان خطر جدا في اي وقت تك جول يعني. فعندهم لما لعبوا البرازيل يمكن اول شوط عملوا عرضيتين، البرازيل ان بالانس فيهم كانوا ممكن يخش يسكور. وهي كره ايه؟ كره هدف، الكره فرصه. صح. لو دخل الجول خلاص. احنا بنيجي نتكلم عن الاهلي يقول لك الاهلي لو استغل الفرص اللي بتجيله هيبقى هيفي سكور وهيخلص الحكايه من بدري. الفرق الكبيره كده كلها. طيب توقعاتك مين اللي يكون في المباراه النهائيه؟ تمني المغرب طبعا. لا توقعاتي حاجه وتمنياتي حاجه. انا بقول انا بتمنى المغرب و والارجنتين. المغرب والارجنتين. لا كرواتيا لا، عايزين بقى ميسي بقى نتفرج، عايزين نتفرج على حاجه. ده كمان ما تمنعش نفسك انت كمان من حكايه جوه الحكايه يعني. صحيح. صحيح. هنشوف ميسي بقى هيعمل ايه مع ده. تمنياتك توقعاتك بقى؟ توقعاتي زيك زي كل الناس. فرق الامكانيات هتبقى فرنسا والارجنتين؟ عشان خاطر ميسي هقول الارجنتين، واعتقد ان فرنسا فريق سكواده جامد جدا ولعبته فريق قوي جدا وقد تكون لحد لو قلت غير كده ابقى انا راجل. لا كلنا نتمنى المنتخب المغربي طبعا يعني. كلنا نتمنى المنتخب المغربي ونتمنى هنسعد هنسعد ونكلم بعض. صحيح. ونضحك وننبسط. صحيح. وهننزل هنا برضو نطوف. صحيح. لو نسلت المغرب يعني هيحصل، ربنا يسهل ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن النادي الاهلي والمباريات المحليه. النهارده كان في ثلاث مباريات محليه، امبارح كان في ثلاث مباريات محليه، ايضا نتكلم عن مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني بقى نتكلم عن المباريات المحليه. النهارده كان في ثلاث مباريات محليه، بدات المباريات النهارده يا كابتن بمباراه حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، وفاز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.
اتفرجت على المباراه شفتها ازاي؟ اتفرجت عليها في الراديو يعني سمعتها كده وانا ماشي في الراديو. هو تفوق لسيراميكا احراز هدفين في اول شوط و كوشري لعب بطريقه 4 4 2 بالنسبه لفرقته احمد سامي كوشري الامبي احمد سامي لعب 4 4 2 وحاول دايما يبقى له وجود في وجات له فرص كتير جدا الحقيقه لكن بسام كان واقف شال حاجات كتير والحظ الوحيد في اخر كوره في الدقيقه سامع سيراميكا صح خلي بالك برضو شال كتير قوي حقيقة. يعني وقع من الحرس راح كذا مره وجابوا جول واتلغى صحيح طلع في الاخر اوفسايد من ناحيه واول جول اعتقد الحرس يجيبه انا ما اعتقد الجول ده اول جول يجيبه في في السيزون يعني وعنده تعادلين قبل كده يعني صحيح ف يعني محتاج في الميركاتو الشتوي برضه يشد شويه يعني يشد الفرقه شويه كابتن احمد ايوب فرقتك دي فرقه من الفرق اللي لعبت فيها الحقيقه بحبهم جدا كلنا بنحبهم جدا انا خدت معاهم ثلاث بطولات ما مشيت من النادي الاهلي رحت كده بقول لك دي فرقه كان الكابتن طارق العشري المدير الفني وكان مجموعه رائعه من اللاعبين يعني فرقه ليها وجود وباع جامد بالظبط يعني الثلاث سنين اللي انا خدتهم كل سنه كنت باخد بطوله معاهم الحمد لله فنتمنى لها يعني انها تبقى في حته احسن يعني وده مكسب برضو انقذ سيراميكا من المركز ال 15 نزل للمركز الثامن يعني عندهم فريق كويس الحقيقه المدير الفني كابتن احمد سامي واحد من المدير الفنيين الجيدين جدا يا كابتن شريف. على الجانب الاخر النهارده فيوتشر والاسماعيلي يعني الاسماعيلي احرز هدفين واتلغوا وانتهت المباراه بالتعادل السلبي ما بين الفريقين وللاسف الشديد الاسماعيلي على الرغم من ان انا شايف ان هو الحقيقه عمل مباراه جيده وجهه نظري معرفش مع تغيير الاداره وتغيير جريده وايمن ما اعتقد ايمن الجمل هو اللي مسك ايمن مدرب كويس وكان لعيب كويس والله انا رايي يدي لايمن الجمل فرصه لانه ليه لا ايمن الحقيقه من الناس الاسماعيلاويه الجامدين جدا وعنده فكر اديله فرصه وشخصيه وهو كل الحكايه ازاي بيتعامل مع اللعيبه بتاعته ازاي اللعيبه بتاعته بتحبه وبتصدقه هو يبقى عنده رؤيه للملعب ازاي انا اوقف لعيبتي بامكانيات الموجوده اللي هي بتوفر لي كاسم للاسماعيلي ان انا اكسب اول ثلاث نقاط هتبقى الحكايه زي السنه اللي فاتت بدل ما هي بعيده قوي تبقى بدري يعني صحيح في النهايه هي مباراه انتهت بالتعادل السلبي وخسر الاسماعيلي الحقيقه نقطتين وعلى ملعبه يعني خد بالك ده على حظ على ملعبه ده بقاله سنه قليل قوي انه يكسب على ملعبه يعني صحيح الاسماعيلي عنده حكايه في ملعبه دي يعني انا مش عارف بقى دي بقت حكايه نفسيه ولا ايه ولا حظه غير موفق تماما على ملعبه وان اللي كان يلعب الاسماعيلي هناك ده يعني كانت بتبقى مباراه اللي يرجع بنقطه من هناك يبقى كويس يعني صحيح طيب اخر مباراه الاهلي والاتحاد الاهلي فاز 3-0 ولكن مارسيل كولر قال ادينا اداء سيء للغايه و راح مننا التركيز قل التركيز كبيره جدا وعندنا اخطاء هنحاول نصلحها الفتره اللي جايه لكن البدايه كانت بدايه قويه جدا ولعيبه فتحت لنفسها بالتحركات والتركيز اللي هو والرغبه في التهديف اول 20 دقيقه تحس ان مش ده الاتحاد اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي كان ماشي بطريقه بشكل جيد جدا ولكن شفنا الاتحاد بصراحه تحركات بقى وامكانيات الاتحاد واللعيبه بانت كلها فعدم تركيز النادي الاهلي عدم تركيز النادي الاهلي فخلاص ادام مش هتركز انت هيبقى الاتحاد ما بيلعبش الاهلي هيبقى الاتحاد بيلعب فرقه عاديه بيجيله فرص فرقه بتخطا معاه ياسر ابراهيم بيرجع كرة بتيجي بينالتي انت بيحصل عليك ضرب الجزاء بتتصد من الشناوي ضربه الجزاء الثانيه غير موفقين فيها الاتحاد ولكن يا اسلام لو الحكايه بقى تعالى نتكلم مش الطبيعيه ايوه كان هتبقى مباراه مثيره جدا هتبقى 4-2 بقى 3-2 2-2 يعني انت فهمت ازاي كانت هتبقى حاجه من العلامات اللي هي في الكوره احنا ما بنحبهاش يعني ما بنحبش ندفع الضريبه دي يعني بس ده بقى التوفيق كله في الكوره دي تبان لك عنوان المباراه خلاص ان الكوره دي بتعمل رياكشن 3-4 مرات كده ف
الراجل ده كمان جات له كوره جاله شد فيها لعلمك كان هو الجون، لازم يحطها من بدري، ما تروحش في عمق حارس المرمى وتبتدي تفكر هتتعامل ايه. هترقصه، عايز ترقصه رقصه من بدري، عايز تلعبها بليسنج على طول ببطن رجلك في اي حته. صحيح. من بدري. صحيح. هنشوفها يعني لو كانت عندك. احمد عبد القادر مازال عنده لمحات. ولمحات بتفوقه عن، اما نيجي نقول اشمعنى احمد عبد القادر بيحطه، هو عنده حاجات بتديله الامتيازات ان هو المدير، اي مدير فني الحقيقه بيضطر ياخد منه الماكسيموم في الوقت اللي بيلعبه يعني. صحيح. واعتقد انه عنده كتير ويقدر يقدر يعمل لنفسه مكانه ادام طاهر، محمد طاهر مش موجود كمان في اصابات. فالمكسب عندنا كتير قوي ان احنا بيرستاو ده ابتدينا نشوف واحد بيتحرك في المنطقه دي يا اسلام، بيجيب يعني. يعني صح، واحد عنده تحرك يمين وشمال وفي العمق وبيهدد، اهو بص كره زي دي وبيجري على طول، موجود في المنطقه على طول، عامل حاله للنادي الاهلي تديك باحساس ان انت في اي وقت ممكن تجيب جول. كريم فؤاد النهارده انا عجبني كمان احمد توفيق، اكرم توفيق سوري. اكرم النهارده ابتدى يقف على كورته وابتدى يلعب كوره عاديه تغذي امكانياته، ما بقاش الاول انا كنت بخاف عليه بانه بيبقى اوفر اكت في الملعب، يبقى بيلعب بزياده ممكن يجي له اصابه ثانيه. النهارده عنده تيمبو يعني، عنده ايقاع. ان شاء الله برضو الفتره الجايه هيكون احسن. بالنسبه لسافيو، سافيو هل دي امكانياتك يا سافيو؟ هل انت هتلعب برضو بالشوكه والسكينه كده معانا على طول؟ هل هتبتدي انت بقى لعيب جامد قوي وشادو سترايكر، احنا هتفاجئنا كل مره بحاجه يعني؟ هو ده اللي احنا في المباريات اللي جايه، زي ما الراجل بيتعرف يا اسلام على اللعيبه كلها، احنا كمان بنتعرف على اللعيبه اللي لسه على اللعيبه اللي بتلعب وبنتفرج عليها وبنشوف. صحيح. الامكانيات بتاعتها ايه، ولكن مش هنقدر نقيم او ندي تقييم بين مثلا سافيو وقفشه او غير لما غير لما الحكايه دي تبين ان احنا هنلعب ماتشات كتير جدا، فبقى محتاجينهم كلهم. صحيح. ده يلعب الاول، ده يلعب الثاني، ده يلعب الماتش ده. قال كده النهارده التدوير. قال انا محتاج الناس كلها ويعني هستنى لغايه لما اشوف الناس كلها. واعتقد ان الناس كلها طول ما هو دول موجودين بنتمنى بس محمد شريف يكمل الصوره بقى ويدينا كارت نحتاجه فيه في اي وقت. يمكن حسام حسن يمكن في شكل هيكون معانا او مش معانا ما اعرفش، او هو الراجل النهارده الحقيقه برضو اكد على هذا الكلام. كويس ان حضرتك قلت هذا الكلام، لانه الراجل نفسه اكد على هذا الكلام، قال له من يملك ان يمشي حد او ما يمشيش حد هو انا، وانا حتى هذه اللحظه لم اقرر ان انا امشي حد او اقعد حد، وبالتالي او اللعيب او اي لعيب يعني او انا لو همشي حد هتكلم معاه الاول قبل ما اتكلم في الاعلام. او انك تجيب حد، او ما هو قال كده كابتن امام عليك، هو قال كل ده. يعني احنا نطمع ان يكون عندي اربع فراوده جامدين زي النار، نعم، واثنين ورا بيتنافسوا مع بعض. ولكن عندنا حاله هدوء في الشكل الدفاعي دلوقتي كبيره جدا. حاله رسو كده من محمد عبد المنعم عامله لك طمانينه برضو. اوكي. وات ايفر مين هيلعب جنبه بتبقى الحكايه فيها تناغم، فيها تعارف من اول ربيعه لياسر ابراهيم متولي الناس كلها بقت عارفه امكانيات بعض شكلها ايه، وبنتعامل على هذا الاساس. صحيح. كلكم طبعا، والشناوي عنده ريفنج كده من الماتش اللي فات فالنهارده مش مركز، بس كان واخد مسؤوليه الحكايه كلها وربنا وفقهم. ربنا وفقه وعمل مباراه رائعه، هو نجم، خد رجل المباراه، خلي بال حضرتك. يستاهل طبعا يعني. ضربه جزاء بتصد رايح مع الكره الثانيه، كره في خط السته بيطلعها بشكل احترافي كبير جدا. نعم. الحقيقه المباراه نفسها يعني، حتى بقول لحضرتك الراجل هو بيتكلم عن ان هذه المباراه يعني عندنا احسن من كده بكتير، خلال المباريات القادمه يجب ان يتم
اللعيبه طمعته يا اسلام. طمعته في اداء جيد جدا. لدرجه ان انا اول مره لو تلاحظ انا وانت متفرج علينا اول مره يتكلم. صحيح. وقال لهم باس 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 امسكوا الكوره بقى، انا مش فاهم انتوا يعني استفزوه من على الخط. صحيح. انتوا ليه ليه الكوره الثانيه كانت بتاعتنا على طول؟ ليه الكوره الثانيه بقت احنا اللي بنديها لهم؟ ف هو طول ما الدنيا ماشيه كويسه هيبص كوره زي دي مثلا ياسر ابراهيم اوفر كونفيدنس، يعني ثقه زايده عن اللزوم ان هو هيباصي الكوره. الحاجات دي بتحصل وربنا بينجينا منها. بينجينا منها. انا مش شايف الكره دي يعني ما اعرفش هل الشناوي لبسه يعني ولا لا، ما عنديش فكره. اي لمسه في الحته دي قانونا اي لمسه في الحته دي بتبقى في صالح المهاجم يعني. انت فاكر انا زمان انا وانت كان ازارو، فاكر ازارو؟ بس انت ما كنتش هنا، كنت في برنامج تاني وقعدت انا وانت. أيوة. على بينالتي زي ده وبرده كان في، فرجعنا للقانون قال لك اي لمسه في منطقه الجزاء هنا كان في لمسه. بس عشان على الجنب يمكن. واتحطت بره برده. لا احنا مع نفسنا متصالحين يعني، ما بيبقى في اي حاجه بنقولها ما بنقولش لا دي لا او لا دي لا خالص خالص. احنا متصالحين مع نفسنا يعني. انا بقول لك انا كنت شايفها، لكن دلوقتي لما شفتها من الكاميرا العكسيه لا فيها لمسه، وحضرتك بتقول لي في لمسه يبقى خلاص ضربه جزاء. وفي حاجه تانية مع استمراريه المباراه تحس ان النادي الاهلي بقى فريق يقدر يجيب جول في اي وقت، لان الحاله البدنيه بتاعت لعيبته وسهوله الاداء اللي بيعمله النادي الاهلي بيوصلوا للجول بسرعه قوي. صحيح. واتضح ده في الجول اللي كان هيجيبه بيرشتاو ووقع على الارض بيه، والكوره اللي جابها قفشه واداها لاكرم توفيق جابها جول الهدف الثالث. دي نوعيات لعب جوه المباراه اللي هي بتديك لما انت بتبقى ليك سبقه تهديف والفرقه الثانيه بتفتح لك خطوطها، بتبقى عندك انت الفرصه انك انت تكسب واحد واثنين وثلاثه واكتر من كده. فدايما وابدا النادي الاهلي بشخصيته يكون ليه سبق الدخول في المباراه، مش زي الماتش اللي احنا اتغلبنا فيه 1-0 ورجعنا تاني 1-1 وبعدين رجعنا 2-2 معاناه وضغوط نفسيه. طيب. بتخرج منها مش زي مباراه زي بتاعت النهارده. صحيح. هتخرج منها قال لك احنا هفرجهم بكره. هيفرجهم بكره على 3-4 لعبات ما كانش لازم ده يكون، ما كانش لازم ده يحصل. طيب اخيرا يا كابتن، قبل ما انهي مع حضرتك، هل شفت طبعا قرعه افريقيا، قرعه دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي وصن داونز كالعاده، ومعانا كوتون القطن الكاميروني والهلال السوداني. مجموعه قويه طبعا وكل حاجه، ولكن في النهايه انا قريت بعض التقارير اللي صادره من الكاميرون، قال لك الحظ السيء ان احنا بنقع مع النادي الاهلي، ويعني الناس شايفه ان طبعا الحظ السيء ان هو بيقعوا مع الافضل في افريقيا والاحسن في افريقيا. على الجانب الاخر احنا برضو شايفين ان هي مباراه صعبه او مباريات صعبه. احنا البدايات هي اللي بتفرق معانا. ان شاء الله لو ماتش الهلال السوداني هنا اول ماتش هي دي اللي هتفرق معاك. انت تكسب مباراه الهلال السوداني، هتلعب سان داونز هناك، اذا كنت تعادل او ترجع تكسب بقى المباراه اللي بعدها هنا القطن الكاميروني، خلاص معاك 6-7 نقاط يا اسلام. هو ده الشكل اللي انت بترسمه. الثانيه دي هم اللي بيبقوا هو ده الشكل اللي انت بترسم فيه، بره وتاخد نقاط جوه ارضك كلها. خلاص تاخد نقاطك بره وتلعب لعبك العادي، طول ما انت بتكسب 3 نقاط في 3 نقاط خلاص انت صحيح انت الاول. انت عندك 3 ماتشات على الارض كانت 9 نقط والاقل يعني على الاقل تاخد 3 اللي هم تعادل بره، ما تتغلبش ولا ماتش. انت عندك نسختين بنطلع الثاني. صحيح. وبناخد البطوله او بنوصل الفاينل. واتمنى بقى السنه دي يكون لينا حجز في الفاينل عندنا يعني. نعمل بقى جواباتنا. لا 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 جواباتنا ما تعملش. نعمل جواباتنا ونعمل حاجاتنا من بدري. من بدري مش هو النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هو اللي كان بيعمل الجوابات السنه اللي فاتت، الجوابات هي اللي كانت بتيجي من الاتحاد الافريقي على الاتحاد المصري. خلينا نتعلم احنا نشوف حالنا. النادي الاهلي لا يملك ان هو يعمل جواب. مش قصدي مش يعمل جواب، نبحث بنفسنا. ها الناس دي بعتت عملت سالنا. على فكره اصل انا سالت في الكلام الاخير. صح كلامك مظبوط، لازم نبقى سالنا وعملنا. يا جماعه يقول لك ما فيش، ما جالناش حاجه. امال هو كان مستخبي ليه؟ انا بقول لحضرتك هي دي القصه كلها، مش القصه في ان هو تقلق ان هو قصه. جماعه النادي الاهلي، النادي الاهلي ده من غير اي بطوله من غير النادي الاهلي وخاصه افريقيا ونادي الزمالك
طبعا ملهاش ملهاش قيمه. صحيح. ايه القيمه اللي هتروح متى بتقل؟ ملهاش قيمه يعني. مع احترامي للوداد والترجي والفرق الكبيره وصن داونز اللي هي حازت قبل كده على البطوله وشباب الجزائري وفي اللي خدوا الكونفدراليه في المغرب فرقه ايه؟ فرقه ايه؟ كوتن ولا نهضه بركان؟ نهضه بركان خدت مرتين ورا بعض. صحيح. وبيراميدز لما كان ليها برضه سهولات وجولات لو كان بيراميدز وفيوتشر في مجموعه واحده في البطوله الكونفدراليه، الزمالك معاه الترجي معاه ايضا المريخ السوداني ومعاه شباب بلوزداد الجزائري. وانا بثق في اللعيب المصري كويس قوي، ولكن لو عاش وركز وبقت الحكايه تهمه يعني. انا هممني ان انا يفكر في الموضوع يفكر يعني. انا بتكلم ده للبيراميدز وبتكلم احنا عندنا مؤسسه تقدر تبلغ الرسائل دي بلعيبه محترفين وخبرات يقدروا يمشوا على النهج ده. صحيح. لما في فرق تانية نادي الزمالك كذلك يعني، انما في فرق تانية لازم يبقى عندهم الطموح ده ان هو يكسب هذه، ان هو يبقى موجود ان في الحكايه. عموما نتمنى رب كل التوفيق للفرق المصريه في البطولات الافريقيه. كابتن شريف شرفت ونورت وسعداء جدا بوجودك معانا. بشكرك بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شريف. ربنا يخليك. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كواليس المونديال مع احمد ثابت ومحمد جمال هيكونوا معانا في كواليس المونديال، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، فقره كواليس المونديال. دكتور احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بقالي كتير ما شفتكش. ماتشات الشباب ده كده ولا حاجه. ماشي. ايضا محمد جمال، ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. عندك انت اخبار ايه؟ ما تقولهاليش. ماشي كله في وقته. عموما خلينا نبدا دائما بتقرير المونديال، نطلع نشوف هذا التقرير عن مونديال قطر ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. جوله في اهم اخبار مونديال قطر 2022. ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني يصف المباراة أمام كرواتيا بمثابة تحد خاص أمام منافس متمكن. زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا يعرب عن فخره بالوصول إلى المربع الذهبي ويؤكد أنه ولاعبي جاهزون لمواجهة منتخب الأرجنتين. لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا يؤكد على صعوبة مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه وفريقه سيقدمون كل ما لديهم وسيبذلون قصارى جهدهم من أجل الفوز. ديدي ديشامب مدرب منتخب فرنسا يشيد بمنتخب المغرب ويشدد على أن بلوغه للمربع الذهبي ليس صدفة وأن المواجهة ستكون قوية. الصحف العالمية تسلط الضوء على مواجهة منتخب المغرب ونظيره الفرنسي وتعلق كيليان مبابي وجها لوجه مع صديقه المغربي أشرف حكيمي في نصف نهائي كأس العالم. النجم الفرنسي كريم بنزيما يبعث رسالة دعم لزملائه في المنتخب قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب. رافائيل فاران مدافع منتخب فرنسا يشدد على أن مواجهة المغرب ستكون صعبة ومعقدة ولا مجال للوقوع في أي أخطاء. الظاهرة رونالدو أسطورة الكرة البرازيلية يقول إن أفضل لاعب بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم في قطر هو الفرنسي كيليان مبابي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب خلينا نبدا بنتائج الدور الثمانيه. طبعا كرواتيا والبرازيل وفوز المنتخب الكرواتي على المنتخب البرازيلي 4-2 بركلات الترجيح، وهولندا والارجنتين وفوز ايضا المنتخب الارجنتيني على المنتخب الهولندي 4-3 بعد تعادل في نتيجه المباراه 2-2، ثم المغرب وفوزها على البرتغال بهدف مقابل لا شيء، وانجلترا وفوزها أو هزيمتها من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. خلينا نبدأ نعلق على مباريات الدور الثمانية. أربع مباريات أعتقد لم تكن هناك مفاجآت يا أحمد باستثناء مباراة المغرب والبرتغال. بالتأكيد مباريات ممتعة، المونديال ده ممتع بشكل كبير. بالنسبة لي المغرب ده حالة خاصة يعني. المغرب صحيح. بصراحة في البدايه الف مبروك ليهم، المغرب بتصنع التاريخ كاول منتخب عربي وافريقي بيتاهل نص نهائي المونديال. اللي بيحصل في المغرب ده برضو بياكد ان احنا هنا زي ما كان كابتن محمود الخطيب بيتكلم في المؤتمر الصحفي ان احنا هنا محتاجين وقفه شويه مع الاداره في الكره في مصر في حته الجانب الاداري. لازم نشوف تجربه المغرب دي ايه اللي حصل فيها وايه النجاح ده اللي وصلوا له، ازاي قدروا ان هم يكونوا متواجدين في وسط الفرق العالميه ديت ووسط المنتخبات العالميه ديت بوجود مدرب زي وليد الركراكي بصراحه اللي بيستحق التحيه، اللي بيثبت ان المعيار
هو الكفاءة مش بالسن. الموضوع مش لازم ان انا اجيب واحد كبير او خبرة، لا، الموضوع بالكفاءة، ان المدرب ده كفء فانا جايبه. اولا منتخب المغرب بيقدم اداء ممتاز مع وليد الركراكي، منظمين جدا تكتيكيا بالاربعة واحد اربعة واحد، اقوى دفاع في المونديال. منتخب المغرب ما دخلش فيهم غير هدف واحد، ولعبوا مين؟ لعبوا اسبانيا ولعبوا كرواتيا ولعبوا بلجيكا ولعبوا البرتغال. انت بتتكلم في مدرب زي الركراكي ده متفوق على فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، متفوق على لويس انريكي، متفوق على مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز، متفوق على داليتش مدرب كرواتيا، كلهم يعني هو متفوق على الناس دي كلهم وممتاز جدا بالطريقه الدفاعيه. يعني معانا حالات برضو فنيه كده ان هو في المغرب ازاي بيلعبوا بالاربعه واحد اربعه واحد. طيب خلينا بس نتكلم عن دلوقتي ان انا قلت في اربع مباريات تانية، هنتكلم عن مباراه المغرب والبرتغال، ولكن مباراه كرواتيا والبرازيل، مباراه هولندا والارجنتين، ايضا المباراه الاخيره ما بين الانجليز والمنتخب الفرنسي والمنتخب انجلترا والمنتخب الفرنسي، ثلاث مباريات برضو صعبه جدا وكانت كل الانظار بتتجه لهذه المباريات. يا محمد، بص يا كابتن، كل مباراه فيها كان فيها بالنسبه لي كان فيها حاجه لو كل فريق كان عملها هيقدر يفوز بيها، فكل أوكي. الفرق اللي فازت، كل الفرق اللي طلعت لنصف النهائي كانت تستحق التأهل. يمكن مباراه الارجنتين وهولندا يمكن كانت هي اقوى مباراه في دور الثمانيه، والمباراه اللي كانت اكثر كمان جماهيريه واكثر حضور جماهيري في المباراه، والكل كان منتظر مباراه كبيره جدا وحصل بالفعل حتى رغم تقدم المنتخب الارجنتيني، ولكن هولندا قدرت تتعادل ووصلوا ركلات ترجيح. يمكن فنيا كانت قويه جدا وكانت مليانه خناقات، يمكن في الشوط الاول كانت مخنوقه شويه، ولكن بعد كده المباراه فكت. يمكن مباراه المغرب والبرتغال جت زي ما منتخب المغرب عاوز بالظبط، منتخب المغرب كان عاوز يجيب جول، مفيش افضل من ان انت تجيب جول في الدقيقه 43 من الشوط الاولاني، قدرت انك تعدي خصم صعب جدا زي المنتخب البرتغالي. مباراه انجلترا وفرنسا يمكن الناس كلها كانت منتظره مباراه فنيا اقوى من كده او اعلى من كده، ولكن المباراه منتخب فرنسا قدر ياخد اللي هو عاوزه بالظبط، قدر يكسب المباراه ويتقال نصف النهائي بكل بساطه، وقدر يتفوق على المنتخب الانجليزي. المباراه الاخيره البرازيل وكرواتيا، وده هنتكلم فيه حتى لما نتكلم على المنتخب الكرواتي قبل مواجهه الارجنتين. منتخب كرواتيا لو سحبك لحد اكسترا تايم او ضربات جزاء هيكسبك. منتخب كرواتيا عنده حارس مميز جدا ليفاكوفيتش، هيعوض خلاص بشكل كبير جدا غياب نوير لنهايه الموسم في بايرن ميونخ، هينتقل من دينامو زغرب لحد بايرن ميونخ بسبب ادائه في كاس العالم. حارس ممتاز، عنده ثلاثه لعيبه في وسط الملعب بيقدروا يعملوا كل حاجه، بروزوفيتش وكوفازيتش ولوكا مودريتش العقل المدبر في المنتخب الكرواتي. عشان كده كرواتيا خدت البرازيل للمكان اللي هي عاوزاه لركلات الترجيح، سابت بقى كل المهارات وسابت كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الصامبا البرازيليه خلال دور المجموعات او دور ال 16، وقدروا ان هم يتفوقوا عليهم. عشان كده مباراه نصف النهائي انا بشوف ان الاربعه يستحقوا، مفيش فريق صعد بالصدفه، كل الفرق صعدت بعد تعب كبير جدا. يمكن فرنسا كرواتيا الاثنين بتتكرر مره ثانيه، ممكن تتكرر نهائي ثاني ويبقى الاول مره يبقى فيه نهائي متكرر بالشكل ده، ولكن انا بشوف ان فرنسا تستحق، كرواتيا تستحق، لاول مره تقدر تقول ان الاربع منتخبات يستحقوا الفوز بكاس العالم بجدارة. طيب صراع النجوم بيشتعل في المربع الذهبي لترك بصمه تاريخيه، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نتكلم عن المباراه الاهم الحقيقه، هي مباراه المغرب والبرتغال، وكيف استطيع المغرب الفوز في هذه او كيف استطاع المغرب الفوز في هذه المباراه. بطوله كاس العالم 2022 في قطر المثيره بكل تفاصيلها ومفاجاتها وارقامها وصورها، ها هي تصل الى الامتار الاخيره في مشوارها. يخوض الرباعي فرنسا والأرجنتين وكرواتيا والمغرب صراعا للمجد بعد تأهلهم إلى نصف نهائي المونديال، على أن يتوج الأحد المقبل منتخب يترك بصمة تاريخية في صفحات البطولة العالمية، كما يسعى اللاعبين أيضا لترك بصمة لهم عبر التاريخ. ولعل من بين أكبر هذه الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون هي جائزة الحذاء الذهبي. سيكون الصراع على أشدة في السباق على صدارة الهدافين بين كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي الذي سجل 5 أهداف ونجح في تمريرتين حاسمتين، ويدخل أيضا في الصراع النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين والذي سجل 4 أهداف ونجح في تمريرتين حاسمتين، والذي يأمل أن يتمكن من المساعدة في حصد كأس العالم لبلاده. كما سيكون أوليفي جيرو نجم منتخب فرنسا داخل الصراع الذي سجل 4 أهداف. من جهة أخرى يستمر المنتخب المغربي الشقيق في إبهار جمهور الساحرة المستديرة في العالم بتقديم مستويات ونتائج رائعة والوصول إلى ما لم يحققه أي منتخب عربي وإفريقي من قبل.
بعد بلوغه المربع الذهبي بعد إطاحته بالبرتغال. يعيش نجوم المنتخب المغربي اليوم فترة هي الأفضل في مسيرتهم الكروية، والتي دفعت عددا من الأندية الأوروبية لرصدهم للتعاقد معهم خلال الميركاتو المقبل، على رأسهم سفيان مرابط الذي أبدت مجموعة أندية اهتمامهم به، أبرزهم نادي ليفربول الإنجليزي حسب ما ذكرت صحيفة إيكو الإنجليزية. ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو، اهتمت أندية ليل الفرنسي وفيورنتينا وتورينو الإيطاليين وبرشلونة الإسباني الرغبة في الظفر بخدمات عز الدين أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي خلال فترة الانتقالات المقبلة، والذي نال الإشادة أيضا من المدرب لويس إنريكي بعد خروج إسبانيا من دور 16. ووفقا لتقارير إسبانية أشارت إلى أن نادي برشلونة يرغب في ضم الحارس المغربي ياسين بونو من إشبيليا الإسباني ليكون بديلا لتير شتيغن. في كرة القدم لا يوجد مستحيل، عودتنا الساحرة المستديرة أن ننتظر غير المألوف ونعتاد على النتائج الغريبة ونشهد المباريات المثيرة. وفي هذه النسخة من مونديال قطر كانت الإثارة حاضرة بقوة على مستوى النتائج، وخابت أغلب التوقعات لتأتي بمرشحين جدد للقب المونديالي. الحقيقة يا أحمد، النهاردة بنسمع عن نجوم المنتخب المغربي، كل يوم بنسمع أن في فلان عايزه فلان في النادي الكبير برشلونة وريال مدريد، وبنسمع عن بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن. كل الأندية دلوقتي في أوروبا بتنظر للعيبة المغرب. يحسب للمدرب لما تلاقي الفريق كله بقى نجوم، يحسب لوليد الركراكي بيتعامل معهم. يعني كل الصحف بتتكلم على التعامل الجيد منه والعلاقة وعلاقته باللعيبه بشكل كويس جدا. يمكن أوناحي النهارده علاقه اللي هو الاخبار بتربطه ببرشلونه، عز الدين أوناحي اللي تحدث عنه لويس انريكي. يمكن هو عنده خبر او قصه غريبه شويه، عز الدين أوناحي ان هو كان في الكاس الامم الافريقيه الاخيره، كان وحيد خلوزيتش مدرب المنتخب المغرب السابق كان رايح عشان يتفرج على سفيان بوفال في نادي انجيل الفرنسي، كان رايح الدوري الفرنسي يعني عشان يتفرج على سفيان بوفال، فشاف أوناحي ده بالصدفه. مين؟ خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق في كاس قبل كاس الامم الافريقيه، فشاف أوناحي بالصدفه فخده ولعب معاه كاس الامم الافريقيه. وكان بعض الانتقادات يقول لك ازاي ده، مين ده اللي عنده 21 سنه وده دلوقتي بقى واحد من نجوم المونديال ومرشح بقوه ان هو يروح. ولويس انريكي اتكلم عنه في مباراه اسبانيا بعد مباراه اسبانيا بشكل كويس جدا، وخلاص يعني بيقترب من الانضمام لبرشلونه. لعيب مكوك من اكتر معدلات جري في البطوله، عز الدين أوناحي من احسن اللعيبه جنب برده سفيان مرابط اللي بيقترب برده من الانضمام، لعيب فيورنتينا الايطالي وبيقترب من الانضمام لليفربول. يحسب برده للجهاز الفني بتاعهم. لو بصينا هم طريقه لعب المغرب يا كابتن اسلام، هم بيسيبوا الاستحواذ للخصم 73% استحواذ البرتغال، لكن لو بصيت على معدل المحاولات تبص تلاقي البرتغال عامله 12 محاوله منهم 3 بس صح، يعني 3 ما بين الثلاث خشبات، واستحواذهم 73%، يعني استحواذ بلا فايده، استحواذ سلبي. عكس المغرب، المغرب عامله 9 محاولات ومستحوذه 27% بس، يعني قد محاولات الايه البرتغال 12 والمغرب 9، قريبين من بعض. فلو بصيت على الطريقة الدفاعية الممتازين بيها بالأربعة واحدة تلاقي الخطوط متقاربة جدا. أوكي. وليد الركراكي من المدربين اللي معاها رخصة الكاف برو اللي هي أعلى رخصة في الاتحاد الأفريقي، واللي كانت لسه معمولة في المغرب. واحد من المدربين كان موسيماني موجود، من المدربين اللي بيتطوروا بشكل كويس، شفناه في الفتح الرباطي دايما هو بيعتمد على 4-1-4-1 بشكل ممتاز، مضيق المساحات، حكيم زياش وسفيان بوفال على الأطراف بيخشوا دايما للعمق عشان يقفلوا الهاف سبيس بشكل ممتاز، بحيث ان انت لو جبنا الصور هتلاقي البرتغال مستحوذه، ولكن بتبص على برونو فرنانديز الجناح الايمن بتاع البرتغال وجواو فيليكس. ادي الصوره الاولانيه اللي معانا، ادي الاربعه 4-1-4-1 ده التشكيل. نعم هيحطوا لنا الصوره اهي، ادي الاربعه 4-1-4-1 قيس المسافه كده من خط الدفاع لغايه سفيان النصيري، هتلاقي المسافه 25 يارد 25، مسافه صغيره خالص. بص حضرتك هنا سفيان مرابط واقف قافل العمق، بص مين اللي داخل لجوه، حكيم زياش قدام اشرف حكيمي. ليه داخل لجوه وسفيان بوفال داخل؟ عشان اقفل الهاف سبيس، اقفل انصاف المساحات اللي بيستلم فيها برونو فرنانديز اللي هو اللاعب الخطير وجواو فيليكس، فاحنا ما حسيناش بيهم رغم الاستحواذ ده. خلاص انت قافل عليه الايه الهاف سبيس وقافل عليه المساحات اللي هي ما بين الخطوط. كمل الصوره اللي بعدها هتلاقي برده نفس الشكل، ادي سفيان ده ال 4-1، ادي سفيان مرابط وادي النصيري بال 4-1-4-1. كمل، هتبص بقى بعد كده برده نفس الشكل، هنا برده سفيان يوسف النصيري اللي هو هنا زياش داخل لجوه وسفيان بوفال داخل لجوه عشان يقفل الهاف سبيس اللي هي انصاف المساحات. يوسف النصيري دايما مكلف اللي هو المهاجم، مكلف برقابه اللاعب الارتكاز للخصم،
دايما واخد الارتكاز، يعني بيسيبه يحضر، حضر انت الكوره مع الاثنين المدافعين، ويوسف النصيري دايما واخد اللاعب الارتكاز، وادي عمليه ان انت خلاص انت معاك الكوره ورا، لكن انا قافل لك العمق واقفل لك الاطراف، الاطراف قافلها بالجناحين واقفل لك العمق بسفيان بوفال وناحي واللاعب الثالث معاهم، يعني انا عامل لك شبكه ثلاثه ارتكاز وجناحين والمهاجم سفيان النصيري. كمل برده هنا برده نفس الستايل، برده هتلاقي النصيري برده رايح مع اللاعب الارتكاز بالاربعه واحد اربعه، وادي زياش وبوفال بيضموا لجوه في مسافه حوالي 19 متر. الصوره اللي بعد كده بتبين لك بقى ايه، ان هم عندهم برده التحولات بتاعتهم، وان هم مش بيدافعوا بس، لا ده هم عندهم باترن بص هنا التفوق العددي والزياده في عمليه التحول من خلال اشرف حكيمي، خمسه على اربعه، لو عدينا لاعبي المغرب اللي هم بالاحمر عليهم خمسه قدام اربعه من البرتغال، فعاملين تفوق عددي وتفوق في التمركزي في الحته بتاعتهم، ان هم بيطلعوا بالكره ازاي، وعندهم تحولات وهجمه مرتده زي اللي شفناها في لعبه الهدف. اوكي يحيى عطيه الله برده لما غاب نصير مزراوي الباك ليفت ظهر باك شمال اللي هو بتاع الوداد المغربي، يحيى عطيه الله ظهر بشكل كويس جدا وعمل كروس هايل ليوسف النصيري اللي ارتقى لغايه 2 متر و7 من 10، وقدر ان هو اعلى ارتقاء في كاس العالم، اعلى ارتقاء وثاني اعلى ارتقاء في يعتبر في الكوره بعد ارتقاء كريستيانو رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد ريال مدريد ومانشستر يونايتد 2 متر و7 من 10. فبصراحة المغرب بتستحق التحية على اللي بيعملوه، بيغيب مثلا المدافع رومان سايس اتصاب، نزل بدر بنون، نزل اشرف داري، غاب نايف اكرت، لقينا المدافع جواد اليميكي اللي كان بيلعب في الرجاء المغربي ودلوقتي في الدوري الاسباني. بقى عندهم لعيبة، عندهم حلول كتير لما بدر بنون ظهر برضو، عندهم دكة كويسة لما بيغيب أو بيتصاب منهم لعيب بيظهر اللعيبة التانية بشكل ممتاز، فدي بصمة مدرب واضحة ويستحقوا التحية، وبنتمنى إن هم يوصلوا نهائي. طيب المباراة بقى مباراة المغرب وفرنسا شايفها إزاي؟ صعبة جدا أكيد على المغرب، أكيد كلنا بنتمنى إن منتخب المغرب يصل للمباراة النهائية. يمكن أنا بشوف إن الوصول للمباراة النهائية هيغير وجهه نظر كل المسؤولين عن الرياضه في العالم، خلاص عن الكره العربيه والكره الافريقيه يمكن اتغيرت خلاص، ولكن هتتم بشكل نهائي. خلاص انت فريق افريقي موجود في الفاينل، فريق عربي موجود في الفاينل، في بطوله بتقام دلوقتي في قطر، اعتقد هيكون خير ختام لبطوله كاس العالم. مباراه المغرب وفرنسا فنيا اكيد دكتور احمد اتكلم في قصه قد ايه بيلعبوا 4-1-4-1 ازاي، والدريك راكي بيضغط بشكل كويس قوي عن طريق ثلاثي الوسط سواء مرابط او ملاح او ناحي، والتحول الهجومي عن طريق زياش. ولكن عايز اتكلم يا كابتن عن سفيان بوفال، بوفال الجناح طبعا الاخر للمنتخب المغربي، بيقدر ان هو يلعب بشكل كويس قوي. دي مثلا مشوار الفريقين، بس هكمل بس موضوع بوفال. بوفال من اكثر اللاعبين مراوغات في البطولة، من أكتر اللاعبين اللي بيراوغ في البطولة بس بشكل صحيح. بيقدر يعمل تحرر بشكل كبير جدا للظهير الأيسر، بيقدروا يلعبوا كروسات حلوة جدا على رأس طبعا يوسف النصيري، أو حتى كمان في مساحات يقدر يسدد من خلالها. زياش لو كان استغل معظم الكرات اللي هي بتتلعب مرتدة بشكل سريع جدا على طبعا الدفاعات الخصم، أعتقد هيشكل خطورة كبيرة جدا. وعلى المنتخب المغربي إنه ما يقس القوة بتاعت المنتخب الفرنسي على قوة إسبانيا أو على قوة البرتغال، لأن المنتخب الفرنسي هو أجهز فريق موجود في الوقت الحالي. انت هتلعب على كيليان امبابي، هتلعب على جريزمان في البطوله دي بيقدم بطوله رائعه، من اكثر اللاعبين اللي بتصنع فرص وبتخلق فرص للمنتخب الفرنسي. عندك ديمبلي، عندك اوليفيه جيرو بيقدر يخطف، يعني جيرو من المهاجمين اللي بتقدر تخطف اهداف. فعلى منتخب المغرب انه يركز، يمكن في اصابه شويه في خط دفاع المنتخب المغربي، ولكن في مباراه البرتغال اطمنا، بدر بانون ظهر بشكل كويس جدا، جواد اليومك لاعب بلد الوليد في اسبانيا ظهر بشكل كويس قوي، عندك حتى في مركز زير الايسر لما غاب عنك مزراوي لاعب برده يحيى عطيه الله بشكل محترم، وليد الكراكي خرج شكر وهو اللي بعد المباراه. فاظن ان انت لازم يعني توصل بفرنسا لابعد ابعد حاجه ممكنه في المباراه، ما ينفعش انك انت تنزل المباراه ضاغط زي يعني تنزل انك عايز تلعب برده على كرات ثابته. عندك تغييرات، عبد الحميد الصبيري لعيب صغير بس بيعجبني جدا في منتخب المغرب، وناحي لعيب بياخد الكره يا كابتن بيقدر يوصل بيها في اي مكان في الملعب بكل سهوله، بيلعب بريحيه، وده اللي مخلي برشلونه بتفكر فيه. هو لعيب قريب قوي من لمسات برشلونه، لعيب سهل، يعني لعيب بياخد الكره بيطلع بيها، مرابط ليفربول خلاص بتخلص فيه، لعيب سهل برضه بيطلع الكوره بيضغط بقوه، لكن بيطلع الكوره بشكل صحيح. اعتقد منتخب المغرب هيكون منافس صعب لفرنسا، ولكن فرنسا هي اقوى منتخب هيلعبه منتخب المغرب خلال الفتره اللي فاتت، اقوى من اسبانيا واقوى من البرتغال واقوى من بلجيكا طبعا. طبعا طيب خلينا نروح للاكثر صناعه للاهداف والاكثر صناعه للفرص والاكثر صناعه لمحاولات على المرمى والاكثر مراوغات ناجحه. الاكثر تسجيل الاهداف والاكثر صناعه للاهداف، هنبص نلاقي ان في الاول كيليان امبابي هو هداف البطوله حتى الان برصيد 5 اهداف من فرنسا، ميسي في الارجنتين 4 اهداف، اوليفي جيرو في فرنسا 4 اهداف، 2 من فرنسا في الهدافين.
في الجيرو ومبابي. في الاكثر صناعه للاهداف، الاكثر اسيست، برونو فرنانديز من البرتغال 3 اسيست، انطوان جريزمان 3 اسيست، وجريزمان بيقدم احسن لعيب في فرنسا في المونديال جريزمان. اوكي. جريزمان عامل 3 اسيست، يمكن هو اهم كمان من امبابي، يعني جندي مجهول في الفرقه. اكتر اسيست، اكتر لعيب صنع فرص في البطوله في المونديال كله جريزمان 17 فرصه. طبعا ميسي برضو من اكتر اللعيبه اللي صنعت فرص، تاني اكتر لاعب في المونديال صنع فرص ميسي 16 فرصه. يبقى ميسي موجود في الهدافين وموجود في قائمه الاكثر صناعه للفرص. نعم. وميسي اكتر لعيب في البطوله عمل محاولات على المرمى 25 محاوله، اكتر لعيب راح على الجول. ميسي يعتبر شايل الارجنتين بالارقام، يعني قدامنا الارقام اهي 25 محاوله، امبابي في فرنسا 22 محاوله، جيرو 13. تحس ان في فرق في الارقام ما بين الاول اثنين صحيح واللعيبه الباقيين في المونديال كلها، يعني تحس ان امبابي وميسي دول في حته بيروحوا على الجون كتير قوي، وباقي المونديال ما راحش بنفس المحاولات. ده طبعا معدل في الماتش الواحد 25 محاوله في الماتش الواحد. يعني نكمل برضو الاكثر مراوغات ناجحه، الاكثر مراوغات جمال موسيالا من المانيا 19 مراوغه ناجحه. ليه امبابي؟ موسيالا ستايل لعبه مختلف عن المانيا. صحيح. موسيالا يعني موسيالا لعيب مهاري قوي وحريف جدا، تحس ان منتخب المانيا كله اللي هو التمريرات والبدني والمكن والحاجات دي. فستايل امبابي برده 15 مراوغه. المفاجاه سوفيان بوفال ثالث اكتر لاعب في المونديال عامل مراوغات ناجحه، زي ما جيمي كان بيتكلم ان هو عامل 12 مراوغه ناجحه. الاكثر تاكلنج صحيح في البطوله اشرف حكيمي. اشرف حكيمي في المغرب عامل 19 تاكلنج، يليه بلينجهام اللي هو اللعيب الموهوب الصاعد. ده بيأكد ان بلينجهام مش بيدافع مش بيهاجم بس، ده عنده القدرات الدفاعيه كمان 16 مره. كوفازيتش في كرواتيا 15 مره. واللي الاكثر تشتيت للكوره ده بيقول لك مين المدافعين اللي في البطوله اللي انت تحط عينك عليهم. جافارديول اللي هو مدافع منتخب كرواتيا اللي عنده 20 سنه اللي بيلعب في لايبزيج الالماني مشتت الكوره 32 مره، واحد من احسن المدافعين، ممكن يكون هو احسن مدافع، هو رومان سايس مدافع منتخب المغرب عامل 30 مره. وبعد كده كولوبالي طبعا اللي خرج مع السنغال 30 مره. برضه كابتن جافارديول ده يعني 20 سنه، سنه صغير جدا. يمكن كرواتيا الناس بتتكلم ان ده نهايه الجيل، هو فعلا نهايه الجيل خلاص، بس بدايه جيل اخر، جيل تاريخ بس بدايه جيل اخر. راجل بيلعب عنده 20 سنه جنب لوفرين طبعا نجم ليفربول السابق، فالعمر كبير جدا، فريق كبير جدا. بص على جافارديول في البطوله دي عامل ازاي، بص على ليفيجوفيتش عامل ازاي الفتره دي، بص حتى على بريزيتش. بريزيتش لعيب كبير بس بص بيأدي ازاي. منتخب كرواتيا مش منتخب وليد صدفه، ويمكن حتى قالها دالتش المدير الفني النهارده في المؤتمر الصحفي، قال احنا منتخب احنا اللي فتحنا للمغرب الطريق انها تبقى قادره انها توصل للنصف النهائي، لان احنا اللي كنا مفاجاه في قبل كده في 2018 بصناعه الجيل ده. فكرواتيا شغاله صح جدا في الكوره، فاعتقد ان جافارديول ده فعلا من افضل الـ يعني المدافعين اللي موجودين دلوقتي حتى في العالم، واعتقد ان مسيرته هتتغير بشكل كبير جدا وهيمشي من لايبزيج. طيب الارجنتين وكرواتيا وصراع على بطاقه نهائي كاس العالم، مباراه صعبه الحقيقه برضو ما بين الارجنتين وكرواتيا، مباراه يعني هل من الممكن ان يتكرر نهائي كاس العالم فرنسا وكرواتيا مره اخرى؟ ممكن طبعا، بس الارجنتين منافس قوي والمغرب منافس قوي. الارجنتين بميسي والحلم والتعاطف الناس مع ميسي واللي بيحصل ده، بس هو مشكله الارجنتين في التغييرات المدرب تبقى مش حلوه، يعني تغييراته في ماتش الارجنتين ضيعت منه الماتش. بيعمل حاجات يعني ماشي، تغييرات لوتارو هو كان ماشي كويس، يعني هو مثلا بدا البطوله ب 4-4-2. انا عايز كان عايز اقول لك حاجه، في ماتش هولندا تحديدا هو لعب مباراه تكتيكيه رائعه في الشوط الاول، الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني، لغايه ما بدا يغير لغايه ما نزل لوتارو مارتينيز، لغايه ما نزل لوتارو ينزل وبلدس وخناقات ودخلت في ضرب وبدا ب5-4-1. بدا ب5-4-1 كان مأمن بطريقه 5-4-1 مان تو مان، الاثنين لعبوا مان تو مان صح الاثنين، فالماتش كان خارق جدا. وكان بيلعب على لعبه اللي هو ايه، ميسي ياخد نسان اكي اللي هو مدافع هولندا معاه، يخش بيه لبره، يخش بيه لبره ويفتح المساحه ما بين الباك رايت، يقوم اللعبه اللي جت منها الجول، وجت منها لعبه في الشوط الثاني ضاعت صح. فهي دي اللعبه اللي كان بيلعب عليها، كان ماشي كويس جدا وكان خلاص الارجنتين هتكسب 2-0. عارف ان ده الماتش الوحيد اللي انا حسيت ان فيه واحد بيغير شكل فريق، مدرب مدرب بيغير شكل فرقتين، سواء فان جال او حتى سكالوني. سكالوني برضو مع الارجنتين، الاثنين غيروا في مباراه هولندا والارجنتين. بس فان جال عمل تغييرات، مدرب كبير عمل تغييرات، قلب الماتش بتغييراته ناحيه ثانيه. رجع النهارده في تصريحاته او امبارح في تصريحاته ابتدى يقول ان يعني طبعا ده مدرب كبير وبتاع، بس انا ما كنتش متوقع ان هم كانوا متعصبين يا كابتن زاد عن اللازم. انا كنت بشوف ان هم يعني مقبولين شويه، كبير. ما هو خلي بالك دايما النجم لما تلاقي واحد زي ميسي كده لما يتخانق ولا بيعمل بتلاقي الفرقه كلها سخنت. خلي بالك يعني هو لو ما اتكلمش مش هتلاقي كله ساكت صح.
بس برضو الارجنتين حظها حلو ان هي ما قابلتش البرازيل طبعا. يعني انا شايف طبعًا. ان برضو ايا كان حتى اصل البرازيل انت بتتكلم البرازيل عملت ماتش حلو قدام كرواتيا طبعا. يعني البرازيل هي اللي كانت لها محاولات 22 محاوله او 21 محاوله وراحت كتير وضيعت كتير لولا تالق حارس كرواتيا هو اللي انقذهم. يعني انا شايف لا إن وعندهم برضو بريزيتش برضو واحد من كرواتيا المنتخب الكرواتي واحد من افضل اللاعبين في العالم في هذا المكان. ثلاث نسخه يا كابتن ثلاث نسخه يسجل فيها في كاس العالم انه كبير في السن بس يعني وبيلعب في مركز غير اللي بيلعب فيه في توتنهام. يعني هو لما راح توتنهام من انتر ميلان بقى بيلعب باك ليفت رغم ان هو بيلعب هاف فبيقدم بشكل كبير جدا وده ثالث مره يسجل في كاس العالم فاعتقد لا بريزيتش مميز بس ممكن تمشي مع الارجنتين ويوصلوا نهائي. عموما هنكمل كلامنا في هذا الامر خلينا نطلع نشوف بريزيتش انفوجراف ونرجع نكمل. على الجانب الاخر الفرق الجماعيه او المنتخب او كره القدم الجماعيه كانت وجهه نظري ان كره القدم الجماعيه هي السائده في العالم دلوقتي لا لكن بعد وجود واحد زي ميسي مع الارجنتين ومبابي مع المنتخب الفرنسي وحكيم زياش مع المنتخب المغربي ولوكا مودريتش وبريزيتش مثلا مع المنتخب الكرواتي الاربع منتخبات اللي وصلت بمجهود جماعي ما فيش حد بيوصل ولكن في النهايه الفرديه هي الطاغيه على الموضوع. اكيد الكل بكره بيبص على ليونيل ميسي في الارجنتين وبيبص على لوكا مودريتش في كرواتيا حتى اللاعبين يا كابتن. يعني النهارده لو تبص على تصريحات بريزيتش في المؤتمر بيقول احنا عاوزين نهدي كاس العالم للوكا مودريتش. الناحيه الثانيه سكالوني والكل بيتكلم ان لازم ميسي يختتم مسيرته الكرويه 17 سنه دي بنهايه سعيده وهي مونديال 2022. انا بشوف ان بكره افتكر ان ميسي ممكن يعلن اعتزاله بعد لو خد كاس عالم اظن لان هو يا كابتن ده الحلم بالنسبه له. انا عايز اقول لك ان النهارده تم يعني الاعلان كده بشكل رسمي من بعض المسؤولين في الارجنتين ان خلاص يعني انتهت جميع التيكتس او الطيران اللي ممكن الارجنتينيين يسافروا فيها في قطر. من اكبر الجاليات اللي موجوده دلوقتي في قطر هم الارجنتين. صحيح. يمكن اعلى مباريات كانت موجوده في حضور جماهيري كانت من الارجنتين مباراه المكسيك اكيد طبعا مباراه المكسيك كانت 89,000 مباراه هولندا كانت برده عدد كبير جدا تخطى 86 فاعتقد ده بيكون نجاح كبير وبيديك برده دفعه انك بتحس انك بتلعب في بلدك تحس انك انت وسط جمهورك. فبكره لوكا مودريتش لو قدر ان هو ياخد مساحته في وسط ملعب الارجنتين اعتقد ان بكره لعيبه الارجنتين بلغه الكوره كده هتضرب. يعني باراديس هيضرب هم بيبقوا مقفلين وبيلعبوا لميسي خلي بالك يعني بالزبط. هي اللعبه واضحه بس كابتن ميسي بيحل بشكل مختلف. يعني ميسي شفنا في الجول الاولاني اللي كان دكتور احمد بيتكلم فيه مستني الظهير يتحرك وهو بيتحرك بشكل ثاني خالص ما تعرفش هو باصها ازاي وبعدين باصص الناحيه الثانيه يعني عامل الكوره الناحيه دي بكل سهوله يعني مدافع يعني هو باصص كده وداها كده مهما كنت مدافع انت مش هتعرف تقام ما تعرفش هو هيلعبها ازاي. فبكره ميسي اكيد هو اللي عليه السبوت كله. ميسي بكره لو الارجنتين محتاجه تصعد لابد من انها تسجل هدف او اثنين في بدايه المباراه محتاجه تخلص اللقاء من بدري لان لو كرواتيا شدتك لحد الوقت الاضافي او حتى ركلات الترجيح اعتقد تكون مهمه الارجنتين صعبه جدا في ظل وجود ليفاكوفيتش. انفوجراف وعن ليونيل ميسي لانه يستحق مش يستحق انفوجراف ولكن يستحق الحقيقه حاجات كثيره جدا. نطلع نشوف الانفوجراف ده ونرجع نكمل. طيب المباراة الأخرى المغرب وفرنسا يعني ممكن نتكلم كل شوية عن هذه المباراة وكل شوية نتكلم عن التكتيك في هذه المباراة لأن احنا حابين نتكلم كل شوية عن المغرب يعني. طبعا المغرب مشرفة العرب بشكل كبير جدا.
بس خلينا نقول ان فرنسا هتبقى اكتر شراسه، يعني عندها شراسه هجوميه كتير، عندها حلول كتير. اوكي. عندهم بس احنا متعودين على المنتخب المغربي بيقفل بشكل بس جيد. صح. وعنده عنده مجموعه من اللاعبين جيدين جدا في الناحيه الدفاعيه والهجوميه، ولكن في الناحيه الدفاعيه يعني خلي بال حضرتك برضو ان وفرنسا يعني اقوى دفاع بتقابل المغرب، اقوى دفاع بتقابل فرنسا اللي كل المباريات دخل فيها اهداف. صحيح. ولا مره من اول البطوله كلين شيت، يعني فرنسا الاول لعبت استراليا 4-1 لفرنسا، بعد كده الدنمارك 2-1. صح. بعد كده خسرت من تونس 1-0، بعد كده خسرت من بولندا 3-1، بعد كده خسرت من انجلترا 2-1 وضيعوا ضربه جزاء كمان انجلترا. فانت بتتكلم ان فرنسا هي كسبت ولكن يعني دخل فيها جون يعني. فانت بتتكلم ان ولا كلين شيت لفرنسا. عندهم بعض العشوائيه، بشوف ان هم عندهم نوع من التهور شويه في الدفاع ممكن تستغلها في الهجمه المرتده بتاعه المغرب. نعم. ولكن حذاري من الكرات العرضيه، طبعا من السرعات بتاعه امبابي. هنشوف مواجهه ثنائيه ما بين الصديقين امبابي واشرف حكيمي، دي هتبقى مباراه ثنائيه. حذاري من عرضيات جريزمان وتيو هرنانديز الباك ليفت، الاثنين دول عندهم عرضيات ممتازه. هداف التاريخي للمنتخب الفرنسي أوليفي جيرو. نطلع نشوف هذا الانفوجراف ونرجع نكمل. على الجانب الاخر الناحيه الهجوميه للمنتخب المغربي، الحقيقه معظمهم بيدافع بشكل جيد جدا، ولكن ايضا متالقين في الناحيه الهجوميه سواء حكيم زياش او بوفال او يوسف النصر. على كابتن منتخب المغرب ثلاث حاجات قدام فرنسا، ما يعني بلاش يحاولوا يعملوها في بدايه حتى المباراه، انك تندفع على المنتخب الفرنسي، اكيد الجمهور هيكون بشكل كبير جدا للمنتخب المغربي، فحته انك تندفع وتهاجم منتخب فرنسا في بدايه المباراه هتسيب مساحات، هتشكل خطوره كبيره جدا على مرماك، على مرمى ياسين بونو. تاني حاجه حته انك انت يعني تهمل في حته انك وسط الملعب بتاعك، وسط الملعب لازم يكون متامل من جانب اطراف الملعب زي ما شفنا جميع المباريات اللي فاتت، بوفال يدخل في العمق، النصيري ينزل وسط الملعب، وحكيم زياش على الاقل تتخطى اكبر وقت من المباراه والنتيجه سلبيه. بلاش منتخب فرنسا يخطئ في بدايه اللقاء بهدف، لانك هتصعب المهمه ساعتها عليك بشكل كبير جدا. حته برضو وليد الركراكي بيتكلم مع لعيبه، هو مش محتاج في مباراه زي دي انه يتكلم مع لعيبه، انت بتلعب نص نهائي كاس عالم، مش هتلعب مباراه زي دي بشوفها من وجهه نظري تاني بنفس القوام، ده مباراه تاريخيه، فانت لازم تبقى عارف انك بتلعب منتخب كبير. الناحيه الثانيه فرنسا هتهدد مرماك بشكل كبير جدا، ولكن دكتور احمد اتكلم في حته عشوائيه دفاع منتخب فرنسا بالفعل، يعني كوندي وليريس مش الاثنين اللي هو مع فران مش زي هجوم فرنسا، يعني تحس ان المنتخب شويه غير. كمان عدم وجود قوه في وسط الملعب، انا بشوف حتى وجود تشاوميني او رابيو مش كانتي وبوجبا، يعني في فرق كبير جدا ما بين الاثنين، فالاثنين بتوع وسط الملعب مع وجود يمكن جريزمان هو لما بيعمل عمق في وسط الملعب بيقدر يشكل انه يعمل زياده هجوميه بشكل كبير جدا، بيقطع كرة بشكل كويس قوي، مراوغاته صحيحه بشكل كبير. ديمبلي مش اللعيب المؤثر، ولكن صلاح فرنسا بكره هيبقى متمثل في امبابي لو اشرف حكيمي قدر ان هو يستغل ان هو يعرف امبابي كويس ويتمرن معاه بشكل كويس كل يوم، يعني بشكل يومي، فانت اكيد عارفه زي ما شفنا كده لقطه يعني هاري كين طبعا مع منتخب انجلترا ضد فرنسا وضد لوريس، الاثنين في فريق واحد، وقدر يلعب عليه في ركلات ترجيح وقدر يتكلم يبص له، وهو عارف ان ده اللعيب حارس بيتمرن معاه كل يوم. مبابي لو قدروا يتم الحد من خطورته اعتقد منتخب فرنسا هيفقد كتير جدا من قوته. يوسف النصيري وانفوجراف ونرجع نكمل.
اخيرا كل التوفيق طبعا، الكل ينتظر المنتخب المغربي، ولا مين اللي هيلعب في النهائي من وجهه نظرك طرفي النهائي؟ تمنياتي المغرب والارجنتين. تمنياتنا كلها المغرب، لكن مين اللي هيلعب؟ توقعاتي فرنسا، يعني فرنسا هتكون موجوده في الفاينل، وانا بتمنى ليونيل ميسي يكون موجود في الفاينل، لكن بشوف ممكن يحصل مفاجاه. مفاجاه يبقى كرواتيا. يعني فرنسا وكرواتيا. بشوف كده. اوكي احمد. الارجنتين والمغرب برضه. الارجنتين والمغرب في النهائي. لمصلحه البطوله كمان. اتمنى المغرب. المغرب لا انا اتمني، وفنيا برضو ممكن جدا ان انا نقفل بشكل كويس، لانه وجهه نظري ان في الناحيه الفنيه ان انت بتعتمد على مبابي وديمبيلي، ناحيه اليمين بيعتمدوا على ايه؟ على المساحات. مفيش مساحات في المغرب. بالظبط. طول ما مفيش مساحات مش هتعرف تجيب جول. وجهه نظري ان فرنسا، ما هي فرنسا جابت الجوان ازاي في المساحات؟ في المساحات اللي بتاعت طول المباريات كده، طول الفتره اللي فاتت المنتخب الفرنسي كسب كده. المباراه الوحيده اللي اتغلب فيها من المنتخب التونسي اتلعبت ازاي؟ اديك مساحات، قفل لك المساحات وقدر يجيب في الجول. بالظبط. في عشوائيه دفاعيه طبعا، الموضوع مش بالسهوله اللي انا بقولها، ولكن المدربين والمديرين الفنيين بيبقوا شايفين طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده بشكل او باخر. نتمنى يا رب كل التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله في المباراه القادمه. اعرف برضو رايكم في قرعه كاس الدوري ابطال افريقيا، ودوري ابطال افريقيا لانها البطوله الاهم، دوري المجموعات. يا احمد ابدا بيك، في مجموعه النادي الاهلي وصن داونز كالعاده، ونشوف اي فرقتين تانيين، القطن والهلال. ده للعام الخامس على التوالي، للعام الخامس على التوالي بنقع مع صن داونز. بالتاكيد انا شايف ان مجموعه الاهلي اصعب مجموعه. اوكي. انت بتقابل صن داونز اللي عارفك واللي بيجي لك لخامس سنه على التوالي، حافظ القاهره وعارف كل حاجه وعارف الخبايا بتاعه النادي الاهلي وبقوا متابعين اخبار النادي الاهلي، وبالتاكيد هم برضو دعموا بشكل كويس جدا، وجابوا برضو لعيبه من امريكا الجنوبيه، وعندهم لعيب من تشيلي كويس، وعندهم استقرار، وعندهم بيتر شيلويل ده الهداف، وعندهم زواني، وعندهم سيرينو، نفس اللعيبه ونفس الاستقرار، وبداوا يدعموا. ده بالنسبه لصن داونز. ليه خليناها اصعب مجموعه؟ عشان الهلال السوداني. الهلال السوداني معاه فلوران ايبنجي اللي كان ماسك فيتا كلوب، اللي هو المدرب الخبير اللي هو الكونغولي، فمسكهم وعمل لهم استقرار، عاملين بدايه كويسه جدا في الدوري السوداني، 10 فوز من 10 مباريات. ملعبهم في ام درمان ملعب صعب، وليه ذكريات برضو معانا كانتش حلوه قوي، وملعب رخم يعتبر كرويا يعني، فملعب مباراه صعبه جدا جماهيريا. الكلام ان لسه في يناير ربما الملعب ده يتعمل له اضواء كاشفه، وان شاء الله النادي الاهلي ممكن يلعب في المباراه اللي هناك، هتبقى بالليل مساء يعني، حتى الان في كلام على كده ان هم بيعملوا الاضواء الكاشفه. الفرقه الثالثه القطن الكاميروني. القطن الكاميروني فرقه عندها خبره افريقيه، فرقه كانت بتلعب كونفدراليه، بتلعب دوري ابطال افريقيا، بس فرقه تعتبر حظوظ انا شايفها في المجموعه مقارنه طبعا بالنادي الاهلي وصن داونز والهلال اقل شويه، لانها فرقه مهمتها ان هي بتصدر مواهب افريقيه لاوروبا. هو الوقت اصبح فريق استثماري عايز يجيب فلوس، فبيطلع اللعيبه لبره عشان يجيب منهم اموال يعني للنادي. فطبعا مجموعه صعبه، ومجموعه الزمالك برضو بشوفها بصراحه مجموعه صعبه. هنرجع نتكلم عن مجموعه الزمالك يا محمد. مجموعه الاهلي مجموعه صعبه، يمكن انا بتفق مع دكتور احمد ان هي من اقوى المجموعات الموجوده دلوقتي في دوري ابطال افريقيا، ولكن يظل الاهلي هو اللي الفرق دايما بتعمل له الحساب الكبير جدا. فريق واخد 10 دوري ابطال افريقيا، هو اللي دايما المنافس الاول على اللقب. يمكن فريق صن داونز السنه دي مش مختلف كتير عن السنه اللي فاتت، يمكن السنه اللي فاتت صن داونز كان قدر يكسب الاهلي في دور المجموعات 1-0 و1-0 ذهابا وايابا. بشوف ان صن داونز السنه دي في نفس الاستقرار، نفس الاطار الفني اللي موجود من ايام بيتسو موسيماني مساعدينه اللي موجودين من 2015 في الفريق. فريق بيكسب في الدوري الجنوب افريقي 3 و5 اخر 6 مباريات في الدوري الجنوب افريقي قدروا ان هم يفوزوا بيها، قدروا كمان ان هم يعني يلعبوا بشكل كويس جدا، مصدرين الدوري هناك برصيد طبعا 28 نقطه وبفارق 6 نقاط عن المركز الثاني. فريق الهلال السوداني انا بشوفه هيكون منافس يعني في المجموعه الفتره دي بسبب فلوران ابينجي. فلوران ابينجي حقق نجاحات كبيره جدا مع فيتا كلوب، بالنسبه لفيتا كلوب وكان منافس يعني بلغه الكوره كده رخم قدام الاهلي وقدام الزمالك وقدام كل الفرق اللي بيلعبها، ولكن بعدها عمل نتائج مع منتخب الكونغو الديمقراطيه وكان موجود في امم افريقيا اللي لعبناهم هنا في مصر، وكمان بعدها تولى فريق نهضه بركان المغربي وقدر يفوز ببطوله الكونفدراليه، وفي نفس التوقيت بدعم الصفقات اللي موجود دلوقتي في الهلال السوداني. انا تواصلت النهارده مع نائب رئيس النادي واتكلمت معاه على قصه الملعب هيلعبوا فين. السنه اللي فاتت كان في مشكله في بيلعبوا في مصر او بيلعبوا في بلد اخرى، اتكلم معايا قال لي لا
في والهلال برضو كان عندهم نفس الازمه، اتكلم معايا وقال لي لا احنا خلاص حلينا الازمه، المباراتين هيكونوا في ان شاء الله في مودرمان وألم بالاهلي، ومباراه هتكون متقاربه بشكل كبير جدا في المستوى. هم عاملين صفقات، متصدرين الدوري السوداني برصيد 30 نقطه، يمكن عكس المريخ اللي موجود في مجموعه نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، ففي فارق كبير جدا دلوقتي ما بين الهلال والمريخ. الهلال عايز يرجع تاني زي ما كان في 2008 و2007، حضرتك لعبت قدامه كانوا فرقة جامدة جدا، جودوين واعتقد يعني لعيبة كانت مميزة. أظن إن القطن الكاميروني هيكون هو الفريق اللي الكل حابب يصعد، يمكن برضو بشوف إن مباريات الأهلي وترتيبها في فايدة صالح النادي الأهلي، يمكن أول مباراة لما تبدأ قدام القطن الكاميروني وتختتم بالهلال السوداني الاثنين في القاهرة، أعتقد إن شاء الله النادي الأهلي يبقى قادر على الصعود للتأهل إن شاء الله للدور القادم. طيب مجموعه نادي الزمالك، الترجي وشباب بلوزداد والمريخ السوداني، ثم المريخ السوداني. يمكن مجموعه برضو صعبه، الترجي التونسي واحد من الفرق معاه فرقتين يعتبر وصلوا نص نهائي السنه اللي فاتت، او شباب بلوزداد كان قريب كان بيلعب الوداد المغربي في نص النهائي، والترجي برضو هو اللي كان في دور الثمانيه كان خرج من الفرق اللي قبلها يعني، فيعتبر فرقتين خبره. الترجي عامل صفقات كويسه وماشي بشكل كويس قوي السنه دي، بشوف ان الترجي طبعا منافس قوي واعتقد ان هو ممكن يكون مرشح ان هو يتصدر المجموعه، والزمالك طبعا برضو فريق ماشي بشكل كويس. شباب بلوزداد بقى هو المفاجاه بتاعه المجموعه دي، شباب بلوزداد متصدر الدوري الجزائري، عامل صفقات بشكل كويس وعنده خبره، وكمان زاد عليهم كريم العريبي اللي هو المهاجم اللي جاي كان بيلعب في الدوري الفرنسي، وعندهم برضو اسلام بوكير، فهتبقى مجموعه صعبه. لكن المريخ السوداني هو اللي هيبقى انا شايفه ان هو يعني هيبقى اقل الفرق في المجموعه دي. مجموعه الزمالك اكيد صعبه على نادي الزمالك، يمكن هي تكرار لمجموعه السنه اللي فاتت لما كان معاه الترجي ومولوديه الجزائر وتونجس السنغالي، ولكن نادي الزمالك عليه برضو ان هو يركز في اول ثلاث مباريات في دور المجموعات، لانه دايما بيبقى يعني بيفشل في الفوز في اول ثلاث مباريات في دوري ابطال افريقيا، فده بياثر على قصه التاهل وحسابات التاهل. يمكن الترجي التونسي كان تفوق بشكل كبير جدا على نادي الزمالك السنه اللي فاتت، السنه دي اعتقد ان المجموعه هتكون صعبه. لو بصيت على الترجي التونسي، فريق دعم بصفقات، فريق يا كابتن عايز يرجع تاني لمنصه دوري ابطال افريقيا، يمكن اخر ثلاث سنين الاهلي مسيطر بشكل كبير جدا، لولا طبعا المباراه النهائيه اللي فاتت والاهلي خسر ما قدرش يفوز بثلاث بطولات ورا بعض. ترجي عمل صفقات عاوز يفوز بالبطوله. شباب بلوزداد بتفق جدا مع دكتور احمد ان هو فريق جيد، فريق يقدر ينافس في المجموعه، يقدر يبقى فريق اللي هو ما تعرفش تاخد نقطه منه في الجزائر بشكل كبير جدا. برضو بالنسبه لي ترتيب مباريات نادي الزمالك في دور المجموعات اعتقد صعب شويه بالنسبه لهم، لانه هيلعب برضو الترجي الجوله الثالثه والرابعه، وده نفس اللي حصل السنه اللي فاتت، وقتها كان تفوق الترجي على نادي الزمالك، فالزمالك لو عاوز يصعد من المجموعه دي لازم يفوز طبعا بمباراته كلها اللي في القاهره، لان السنه اللي فاتت كان بيحصل تعادلات بشكل كبير جدا. فاعتقد ان هي برضو هتكون مجموعه صعبه، ولكن بشوف ان مجموعه النادي الاهلي اقوى بشكل كبير جدا، خاصه بعد صفقات الهلال. يمكن الناس مش متابعه بشكل كبير جدا للهلال، ولكن الهلال عمل صفقات كبيره وهيكون منافس حتى مع صن داونز على التاهل ان شاء الله مع الاهلي. عموما هننتظر ايه اللي هيحصل ان شاء الله بعد يوم الاحد القادم. احنا طبعا كالعاده يعني هنجيب لحضراتكم كل ما يتم او كل ما يقال عن هذه المجموعه النادي الاهلي، سواء القطن الكاميروني او سان داونز او حتى نادي الهلال السوداني، وهنقعد بقى نفصصهم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا محمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. بشكرك جدا احمد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي بكره ان شاء الله، بكره وبعده هنبدا البرنامج الساعه 11 بالليل، بكره وبعده ثلاث والاربع بشكل خاص يعني، علشان ان شاء الله لو المباراتين انتهوا، المباراه بكره ان شاء الله تبدا الساعه 9، فمن المفترض انها تنتهي الساعه 11، ان شاء الله نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 11 بكره الثلاث، وبعده ان شاء الله يوم الاربع في البيت الكبير. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، انتظرونا غدا وحلقة جديدة من البيت الكبير.